أطيب التحيات لكل اللي انضموا لمتابعة برنامجنا لليوم ببيروت دايما على شاشة الـ LBC وقناة روتانا خليجية. مثل عادة منطلق بحلقة جديدة، نتمنى تنال إعجابكم، ومواضيعنا أكيد بتهم كل أفراد الأسرة مثل ما عودناكم يوميا. وبهاللقاء احنا رح نترافق أنا ونيفين. مساء الخير نيفين. مساء النور سشوش، كل شيء منيح؟ الحمد لله تمام. أنا كمان الحمد لله. أنا بدوري بدي رحب بكل المشاهدين اللي عم يحضرونا بلبنان وبالدول العربية، وأكيد بدي أدعي الكل يقضي معنا ساعتين ونص من الوقت عبر الـ LBC الفضائية وروتانا خليجية مع فقرات عديدة ومتنوعة. خلونا نتعرف نحن وياكم بهاللمحة شو حضرناكم من مواضيع لحلقتنا لليوم. نتعرف إلى ماسك الكراميل مع نونا باز ومنطبق مباشرة على الهواء. مع الياس شدراوي إطلالات النجمات بالجولدن جلوب، ومنتعرف لكيفية تنسيق إطلالة لمناسبات مماثلة، وأيضا بترافقوا فيكي كرم. نستقبل فنان زين شاكر لنتعرف إلى جديده وكيف بيرد على الانتقادات اللي طالت فلها بعد تعاونها معه. جمانة وهبة بتستقبل اتصالاتكم وبتجيب على أسئلتكم بالحظوظ والفلك. منرحب بضيوفنا رح يرافقونا باول جزء بحلقتنا، خبيره التغذيه مونيك باسيلا زعرور. اهلا وسهلا فيك مونيك. كيفك ساشا؟ الحمد لله. انت كيف؟ دائما بنتابع اخبارك الغذائيه ورح نشوف اليوم شو محضرتينا موضوع، لكن قبل بنرحب بطبيب الاطفال دكتور وسيم بيطار. اهلا وسهلا فيك دكتور بيطار. مساء الخير نيفين. مساء الخير ساشا. الحمد لله تمام. اهلا وسهلا مونيك. خبرينا شو رح يكون موضوعنا الغذائي؟ رح نحكي عن موضوع كثير مهم، هو كيف لازم نتغذى بفتره الشتاء مقارنه اذا بدك شوي بالصيف، وشوي من المعتقدات الخاطئه اللي بتتناول هذا الموضوع. فموضوعنا الشتاء بيزيد اكلنا. بيزيد اكلنا. ايه بيزيد اكلنا، وفي كثير ناس بتفكر اشياء يمكن شوي غلط بهذا الموضوع. رح نوضح شوي اشياء ونفسرها اكثر غذائيا. دكتور بيطار، موضوعي كمان بيتكامل مع موضوع مدام مونيك، لانه كمان الاكل بفصل الشتاء بيحمينا من امراض الشتاء لدى الاطفال اللي هو موضوعنا لليله. يعني الاطفال معرضين كمان بموسم الشتاء دكتور لامراض كثيره، نحكي كمان عن اللقاحات بركي كمان بهالفقره قديش لها تاثير بالنسبه للامراض. هيدي رح تكون مواضيعكم لليوم رح نتابعها خلال حلقتنا، وبنبتدي مثل العاده بجوله على الاخبار، وانا خبريتي رح انقلكم فيها الى الولايات المتحده الامريكيه، حيث بيعت بدار المزادات هيريتج اوكشنز قطعه نقديه نحاسيه قيمتها سنت واحد، تم سكها عام 1793 بالولايات المتحده، وبيعت ب 2.35 مليون دولار. وأفادت صحيفة فوكس نيوز أنه صاحب التحفة النقدية النادرة ما ذكر عن اسمه، وأطلق على القطعة النقدية وقتها لقب سانت السلسلة لوجود سلسلة مؤلفة من 13 حلقة على عكسها ترمز إلى ولاية الـ 13 الأمريكية الأولى. وكانت القطع النقدية الأمريكية بهالحقبة أثناء الحرب العالمية الثانية من الفولاذ، لأنه البرونز اعتبر حين مادة عسكرية استراتيجية بيحتاجها المجهود الحربي بهالحقبة أو بهالفترة. يعني تخيلوا من سنت واحد لمليونين و 35 مليون. يعني مزبوط خبي قرشك الأبيض لنحرك الأسود. للأسف لو عارف أنا بوجود هالأوكشن كنت رح تشتريتها، لأنه أنا بجمع نقود معدنية وكانت نقصتني هيدا القطعة بقى. كنت اكتملت بس بدك 13 الباقيين. ايه 13 الباقيين لشو رح يعمل فيهم؟ ما يعني العالم وين ونحن وين بس محظوظين الكولكترز، يعني الناس اللي بتجمع يمكن هالقصص او هالامور عن جد محظوظين، لانه حيجي نهار يمكن يغلى هالقد سعرهم ما حدا بيعرف قديش. ويمكن بتعرفي ببيوتنا نحن عنا هيك اشياء واحد ما بيفكر فيها ولا بيقدر، فعن جد ما بنفكر قديش فيها يخبي. شوفي بخزانتك كثير مخبيه، بس عم فكر لبعدين فيهم. ايه لاخرتنا دكتور بيطار شو خبريتك؟ وانا من الولايات المتحده، رح ابقى بالولايات المتحده كمان، لانه الخبر جاي من دراسه اجريت بها المنطقه من العالم، حيث تبين انه الاكل المعد جينيا يعني المصنع مشغول على المكونات جينيا فيها، بين انه كثرة الاكل من هالنوع من الاغذية بيقدر يؤدي لزيادة نسبة الاطفال اللي عندهم التوحد او الاوتيزم بنسبة 50% من الولادات، رح يصير تقريبا بحدود العام 2025 يعني بعد 10 سنوات.
وكلنا بنعرف انه التوحد مش بس سببه وراثي، لانه بس وراثيا 13% من الاطفال بيقدروا يصير عندهم اوتيزم او توحد، انما في اسباب ثانيه مثل التدخين خلال الحمل، هون بهمك الموضوع صحيح. في عنا الاكل غير السليم كمان خلال الحمل، في عنا التعرض للاشعه، في عنا التعرض لنوع من المبيدات تبع الحشرات او المبيدات اللي بتنحط خلال الزراعات تبع المواد الخضار والفواكه اللي بناكلها كمان. إذا تبين إضافة لكل هول اللي عديتهم، كل الأطعمة المعدة جينيا تقدر تأثر لأولاد يصير عندهم أوتيزم. وملخص الأوتيزم هو مثل ما اسمه بيوحي التوحد، يعني الطفل بيصير منعزل، ببطل يتشارك بالعالم اللي حوله، وهيدا شيء حالة مرضية وحالة نفسية علاجها صعب. بدها متابعة. مونيك شو رأيك بالخبر؟ ليكي أنا شوي عندي تحفظ أنا للدراسات، يعني كمان أكيد الدكتور بيوافقني، الدراسة ما معناتها شيء، هيدا دراسة يمكن يطلع غيرها ينائب، يعني بنعمل بلبلة أوقات وبنخوف كثير العالم، بس أكيد لأنه إذا بدهم يشيلوا كل الموديفايد فود، الجينيتيكلي موديفايد فود، يعني بدك تقولي ما بقى بناكل شيء، للأسف هيدا العالم هيك عم بيصير. بأكلنا كل شيء بناكله، من البندورة للخيارة لكل شيء بتفكروا فيها، عم بيلعبوا بالجينز لعدة أشياء، حتى تضل الفواكه منيحة، تشكلها يصير منيح، تلونها يطلع منيح، حتى ما تنتزع بسرعة. ايه ما بقى نعرف شو عم ناكل. يمكن مونيك هون لازم نستفيد من حكي لنقول انه الشيء الوحيد اللي منه جينيتيكلي موديفايد هو الرضاعه الطبيعيه، الحليب الام، مش هيك؟ لازم نستغل حديث مونيك لنقول انه الرضاعه مثل ما بيقولوا منظمه الصحه العالميه، لازم الرضاعه اذا بنقدر لعمر السنتين مش بس الست اشهر الاولى 100%. وقد ايه الام يعني عليها مسؤوليه كثير كبيره، انه عن جد لازم تهتم بغذائها خلال الحمل اكيد، لانه عم تاذي الطفل ان كان اول ما يخلق او بعدين. وسنتين فتره طويله، يعني نحن بنعرف انه ست شهور خلص بنكون دخلنا الاكل شوي للولد، بس سنتين هذا الهدف. اذا بنقدر يا ريت، اكيد مع المراه العامله وصاروا 90% من السيدات بيشتغلوا صارت صعبه، بس بنجرب قد ما فينا. من الافضل هو نحن نوصل للست شهور وكل شيء منيح وكل شيء منيح، يعني ان شاء الله نقدر نوصل نقنع نسبه كبيره من السيدات انه يرضعوا للست شهور، بنكون عملنا انجاز. انجاز مونيك، لو انا رح اقول لكم على ريو، لانه هنيك في حديقه للحيوانات، تنشوف سوا انه حتى الحيوانات وقت تكون الحراره مرتفعه جدا بالصيف بيستمتعوا بتناول المثلجات، الايس كريم والفواكه وحصص من اللحم المجلد. وهون بتكون تعرفوا كمان انه اللي بيشتغلوا بحديقة الحيوانات وقت وصلت الحرارة للأربعين درجة مئوية صاروا كتير يهتموا بهذا الموضوع، وأوضحت مديرة الحديقة أنه الحيوانات بتواجه مشكلة مع الحر مثلنا نحن البشر، يعني هن بالنتيجة بيتأثروا مثلنا، احنا كلنا حيوانات يعني بالنتيجة، لأنه بصير عندهم ضربات شمس، بصير عندهم جفاف، وبصير عندهم خمول، ولقوا أنه وقت يعطوهم هيك أشياء بيتنشطوا بيصيروا أحسن. هذا الشيء مهم للبشر وللحيوانات كمان. يعني الصورة المعاكسة بنشوفها بقصة التأقلم مع الحرارة هو المشاهد اللي كنا عم نشوفها مؤخرا بالعاصفة اللي ضربت لبنان، لما كنا نشوف عدد كبير من الدواجن مثلا نفق بسبب البرد، لأنه ما بيقدروا يتأقلموا مزبوط مع حرارة اللي حولهم، لو تأمن لهم التدفئة اللازمة يمكن ما نفقوا، أو العكس بالحر لازم لهم تبريد كافي. وبس هون شغلة وحدة، الحيوان الوحيد اللي ما بيتأثر بكل التغيرات المناخية بتعرفوا شو هو؟ هو الافعى او الثعبان او الحيه باللغه اللبنانيه، لانه الحيه هي منا بحاجه انه تشتغل على حاله لتعدل من حرارتها، الحيه حرارتها بتصير مثل حراره محيطها، وبالتالي بتحافظ على كل شغل جسمها يعني حسب الحراره، يعني بتصحي حرارتها حسب البيئه اللي هي موجوده صحيح. فيها او المناخ. هيدي علومه انا صحيح، وما بتضرب من الشمس، الشمس ما بتضربها، ما بتضربها الا ما في شيء بيضرب على الحيه. بخاف فيها كثير انا، انا رح اخذكم بخبريتي هيك، نعمل جوله على مجموعه من البيوت لغريبه، تصاميمها غريبه، واللي هي كانت اعمال فنيه فرديه وصارت يمكن مناطق سياحيه وترفيهيه. أول منزل مبني على صخرة على بنهر درينا بأحدى المدن الصربية، خذوني لهونيك، حبيته. هيدا أول. أما الصورة الثانية فهو بيشتغل على الطاقة الكهربائية قرب ستراسبورغ بفرنسا. هيدا واو، عن جد أشكال هيدا مش شغالين على البيئة فعلا عن جد. أما الصورة الثالثة فهي لمنازل مبنية على سطح معمل بمدينة دونجوان الصينية.
قد ايه بتاخذ وقت معهم يعني يمكن هالمهندسين دراسه انه كله يكون ضمن ال هذا ما بيضيع وقت، هذا بيضيع الشغل دغري من البيت دغري على الشغل ما بيعلى ما بيصير ابدا. اما الصوره الرابعه اللي عم نشوفها فهي لمنزل على هيئه طياره مثل ما عم نشوف بابوجا النيجيريه، غريب كثير. الصوره الخامسه لمنزل بالمكسيك سقفه من صخره، سقفه من صخره بس بالقلب، بالقلب يمكن كمان هو بالقلب لا بعرف. هيدي الصوره منزل، لا هيدا هيدي الصوره السادسه، هيدي الصوره السادسه اللي هي لمنزل مقلوب وهيدي ب احدى المدن الروسيه، والصوره اللي سقفه صخره يمكن ما قدرنا نحصل على هيك ما بجرب يعني شوف يكون مقصد يعني سياحي، لا ما بروح بشوف هذا المنزل بس يمكن اول صوره حبيت حبيت اول بنص هيك البحر حلو يعني هدول اعمال فنيه بحس انا اللي عنده هيك بيت بيكون عن جد بحب يعني يعيش ببيت هيك غريب وبيحاول بطريقه مثل ما ذكرت تصير المنطقه سياحيه، يعني حتى هلا نحن اذا بنشوف بيت باي جبل او وين ما كان بتحس غريب بتقطعي على بالك تشوف فيه على بالك سلفي حد البيت سلفي حد البيت ما بعرف دكتور عندك هيك بتحب ليك المنازل وكل شيء اركيتكتشر هو فن بالنهايه صح. وكل شخص بيحب يكون عنده شيء مميز عن غيره، وكيف حكينا عن معدن اذا جمعتيه بالبيت او اذا عملت بيت غريب هيدا ممكن لبعدين يصير معلم سياحي ونستفيد منه لبعدين. بس قديش عن جد البيت بيعكس شخصيه صاحب المنزل يعني من خلال هيك بيوتك بتاخذي فكره شوي انه شو شخصيته يمكن لصاحب البيت. اكيد يمكن هذا مش بيته، هذا بيته الرابع هذا العيش على الصخره، هذا مش يمكن فيجي ويك اند مش معقول يعيش فيه على طول. وفي بيوت مكلفه كمان بتكلفي كثير هندسه وانك تشتغلي فيها. حلو بس حلو الواحد يعبر عن الموضوع، بس يمكن اجمل واحد هو قصه الطاقه الشمسيه لانه الحفاظ على البيئه هو شغله كثير مهمه. صح شغله كثير اساسيه ومهمه. مونيك رح نروح انا وياك لعند شيف مازن شومان لنشوف شو محضرنا لليوم من وصفات وبناخذ رايك كمان بالمكونات اكيد اذا صحيه ولا لا. شيف يعطيك الف عافيه، كيفك اليوم؟ الحمد لله ماشي الحال. شو محضرنا؟ اليوم حضر لكم طبق طلياني. اوكي. كريب او بولي. مع فرويسة كراميليزي. فواكه مجففة معمولة كراميليزي، تين، مشمش، كرامبري. اوكي. هول أكيد بفيدوا كثير. أكيد بس بلا الكراميليزي كانوا أحسن. مظبوط. أوكي. وعامل ابيتايزر بالانضيف مع جبنة البري وكمان تين مجفف وجوز وفرامبواز رح تدخلهم معهم. شو رأيك مونيك بهال شي بشهي الخلطة وهالوصفة؟ وانا كثير بحب الالوان بالاكل عن جد، غير انه بيلبق وبيشهوا كمان مثل ما كان عم بيقول كل ما كان اللون غامق كل ما بيكون في مواد كيماويه طبيعيه صحيه وبتساعد انه الواحد يحارب امراض متعدده. مظبوط، والفواكه المجففه كمان تكون كثير منيحه هلا لانه ديسير ما في مشكل، بس انه اذا واحد بده ياكل تين مجفف بنفضل ما يكون عليه الكراميل يعني يكون لانه حيصير دسم اكثر وفيه سكر احداث حراريه اكثر اكيد بس شيء رائع شهيتنا يعطيك العافيه. شو بدك تبلش اول شيء؟ كيف رح تصير التحضيرات لهالطبق؟ بدي اسوي الكراب. اوكي. الكراب هي عياراتها اذا بتحبوا ست بيضات. اوكي. 240 جرام طحين، 140 جرام حليب، 100 جرام زيت وملح وسكر. هذه كلها بتنضرب مع بعض. بتتساوى بتتريح شوي على جنب، بنرجع بنساويها بالمقليه، بس بندهن المقليه نتفت زيت بس هيك تحت ترطب، بنرجع بنساويها على النار. اوكي. هذه الكميه تقريبا بتساوي لعشر صحون. اوكي الكميه اللي بس فيك تعمل كريب مثلا، انا اوقات وقتها بعمل لعائلتي بنعمل كريب قبل بليله اذا بدهم يتروقوا الكريب فيك بتحطيها بالبراد. ايه انه بتعرف لبكي واحد يعمل كل هالاشياء، ففرد مره بحب انه اعمل كميه كبيره بحطهم بالبراد وبتسهل الشغل عليك وما بياخذ وقت كثير مع بضاينوا اربع خمس ايام بس بتشيله بتشيله بحط بعملها دغري على السريع. اهم شيء ما تحترق لانه دغري بدنا نشيلها للكراب وبدها مقليه خاصه لها بدها مقليه تكون مضبوطه تكون مضبوطه. رح تبلش بالكراب، خلينا نبلش نعمل انا حبلش بالفرويسك هلا. اوكي بدي اقطعهم اعملهم كراميليزي برجع ببلش بالكريب بعدين. اوكي اكيد تفضل شيف ونحن بنتابعك كل شوي. سهل انه الست تحضر هيك وصفه شيف؟ ما فيها شيء صعب بس المهم تتبع كل شيء بوقته تعرف. مضبوط.
مهمة تخاف. مهمة مزبوط. عن جد انه لازم كل سيدة تتجرأ تفوت على المطبخ، كلهم بيقولوا ما بعرف، وهو ما حدا بيخلق بيعرف. هلا انا عاملة كتاب طبخ وانا ماني شيف، لانه من ورا قد ما تعلمت وتعلمت يمكن وصفات جديدة واتقبل اني بغلط، انه اكيد اكيد اول مرة رح تعملوها مش رح تزبط، بتتعلموا بتتعلموا وبصير بتصير سهلة نطبقها. مونيكا ملاحظ اليوم باكلنا صار التوجه اكثر لكل شيء اكل صحي، وطلعنا شوي من الفكره انه الاكل الصحي هو مش طيب او أكيد. ما له طعمه 100% عن جد. كيف عم بتلاقي تجاوب الناس مع هال كثير؟ عندي مشكله انا قد ما بحبوا الاكل الصحي عليها. الخوف الوحيد انه العالم قد ما بتفكر مثلا حسبي عملتي جاتو صحي بيقولوا انه هيدا يلا جاتو صحي، والدراسات عم بتبرهن انه بتصيري تاكلي منه كميه كثير كبيره سو يو اند اب انك عم تاخذي وحدات حراريه كثير، لانه ضميرك مرتاح وضميرك مرتاح عم بتقول انه بس مضبوط صح، فيه وحدات حراريه وفي وحدات حراريه اكيد، بس مثلا بدل القطعه لازم تاخذي قطعه، مش بدل القطعه تاخذي القالب، هيدي هي اهم شغله بتصير بالقشره الصحيه. مزبوط. بس مثل ما عم بتقولي برهنا انه الاكل الصحي هو اكل طيب، يعني طعمته طيبه وفينا نفوته على لكل العائله مش بس للي عنده حميه غذائيه، هذا كثير كثير مش بس عم بتبع حميه غذائيه. شو اكثر نصيحه بتعطيها عاده؟ عجبوني انا الكرامبري، وبتعرف الكرامبري اخذ ضجه كثير كبيره بالعالم، اول شيء لانه فواكه فيها هاللون هيدا يلي هو لون احمر ومعروف كثير كثير بالماده المواد الكيماويه الانتوسيانايدز بيقولوا لها. هيدي المواد كثير منيحه، وكمان الكرامبري بيتاخذ عند السيدات اللي عندهم كثير كثير التهابات بالمجرى البول، بس بيعطوهم كرامبري جوس. اذا بتذوقي ما بعرف اذا بتحبي تذوقي حبه تشوفي انه هو حامض، يعني هو كحبه حامضه، وقت يعملوه جوس بيزيدوا له كميات هائله من السكر، فهون لازم ننتبه لهالنقطه هيدي. يعني صحيح انه هو عصير بس صحي، ما بدي اقول انه منه صحي، مش انه انا جاي تكذب هالمعلومه، بس بياخذوه هيك ليه بينصحوا فيه العصير؟ لانه تخيلي انك عم تاخذي منه عصير، لانه بدك تاخذي منه العصير حتى يعطيك هالماده اللي بتحاربها بالجراثيم بالمجرى البول. ينتبهوا على كميه السكر اللي عم بيزيدوها كثير، لانه هو كثير حاد وحامي. صح. والتين المجفف كمان له فوائد كثيره رائعه كثير منيحه، كل الفواكه كل شيء ربنا خلقه له فوائد، وخاصه انه هلا دخلك شاف هذا هو ليش هيك عامل، هي اول مره انا بشوف تين مجفف هيك، بيكونوا زايدين له شيء او لا هو حسب نوع القشره تبعيته، شيء بيجي عليه هيك مثل ناشف ولميع. اوكي مزبوط. مش انه زايدين انتم ملطينه بقطر او شيء هيك؟ لا ايه اوكي هيك. ايه هيدي هي المهم انه نتاكد انه مش حاطين له سلفر او حاطين له مواد، اوقات واحد بيعمل عليهم حساسيه او بيعمل رده فعل عليهم، بس انه هدول قشره رائعين، وانا كثير بحب شجع انه الواحد ينوجدوا ببيته. بس بتعرفي شو بنخاف؟ بس تاكلي التين المجفف هول بيعلقوا على السنان وبيخلوا الضرر على اسنان كثير، فلازم ننتبه انه نفرش اسناننا دغري، لانه السكر بيلزق على اسنان، السكر الفواكه الطبيعي بيلزق على الاسنان هون، هيدي الشغله لازم ننتبه لها. هالشغله ونقطه مهمه. شاف شو هلا عم نعمل؟ حطينا السكر. هلا عم بسخن السكر. اوكي. بس يبلش يدوب شوي بدي بلش زيد الفواكه المجففه عليه. اوكي. بعملها كراميليزي. كراميليزي. اوكي وبشيلها على جنب وبرجع ببلش انا. دورت الفرن ولا او الغاز سوري ولا بلا داير؟ ايه دايك. اوكي بس لياخذ شوي بس هو السكر بس بده وقت تحت بده وقت شوي ياخذ على بعضه. انت رح تعمل كريب مع هدول الحشوه بقلبهم اللي هي الخضره؟ الكريب حتكون محشيه دجاج بصل أوكي. وفطر ونتيجة كريم فريش. يمي وهول شو؟ كثير طيبه مع ال هول جارنيتور حيكونوا بقلب طالعين من قلب حبه الكريب المحشيه هذه الاشياء. اوكي يعني بس للزينه؟ للزينه تقريبا، وبنستفيد منها كمان غذائيا. اوكي جود. بس الكريب هون والكريم فريش كمان والكريم فريش فينا نستعملها لايت اذا بدنا. ايه فينا كمان نعملها بحليب، يعني انا بحب كثير لكن انا ماني معقدة وكل عمري بعرف انه ما بعقد حدا، هلا ثاقبت رايحه عزمنا على العشاء بكلها وبتهنى فيها، بس اذا كل يوم بدي اعمل بنصح انه يبدلوا الكريم فريش بحليب بلا دسم اوكي وشويه نشا
وجوزة الطيب وبهار ابيض وتخلطيهم على البارد بتعمليهم مثل صوص يعني فيك بكل سهوله يعني مثل كريم فريش بيطلعوا بيعقدوا وكثير طيبين وكثير صحيين واسمك عم تاخذي حليب بلا دسم وعن جد طعمتهم رائعه. لكن لكل كبايه كريم فريش فينا نجيب كبايه مي 3 ملاعق حليب كبار بلا دسم مع رشه بهار ابيض جوزة الطيب وبس يغلوا شوي بتحط بتذوبي شويه نشا وبتسمكيهم وزيت الروسيت اللي عم بيعملها الشيف نعملها هيك بدل عن جد بالزيطة. كتير 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 بتطلع طيبة. هي اصلا قبل الكريم فريش كان في هيك بتنعمل الحليب بزيت الطريقة قبل ما تنزل الطريقة كانوا يحضروها هيك يمكن بتعملوا صوص بلانش يمكن انتم ساعتها ما هيك مزبوط قريبه للصوص بلانش بس فيها زبده صوص بلانش بالزبده لا نحن هون بلا زبده بس بلا زبده بلا زبده شاف رح نترك تكفي الوصفات اليوم اللي حضرنا اياها ورح نطلع عليك بعد شوي مونيك اكيد باقيه معنا لانه رح نكفي باخبارنا وتقاريرنا وبنروح لعندك نيفين ساشا بأخبارنا العالمية رح نشوف بهالتقرير عن عودة العلاقة اللامجرية بين كيتي بيري وجون ماير بعد قطيعة بين الحبيبين كل التفاصيل بهالتقرير لطالما نظرت هوليوود بإعجاب إلى العلاقة الرومانسية التي جمعت بين كل من كيتي بيري وجون ماير إلا أن الاثنين انفصلا في شباط 2014 ويبدو أن العام الجديد ألقى بحظوظه عليهما إذ عادا ليتوعدا. في تفاصيل العودة أكدت مصادر مقربة من الثنائي أنهما التقيا أولا على العشاء بحضور أصدقاء مشتركين قبل أن يخرجا وحيدين إلى عشاء ثان وقد بديا مرتاحين جدا وأمسكا بيدي بعضهما البعض طوال الوقت. وحين شكت كيتي أنها تشعر بالبرد عانقها جون بحنان ورومانسية ولم يفترقا منذ حينها إذ يلتقيان معا كل ليلة. الشائعات التي أكدت بأن كيتي وجون كرها بعضهما البعض عقب الانفصال تبين أنها لم تكن صحيحة فالرومانسية بين الاثنين لم تنتهي يوما وكانت الفرصة فتم لم الشمل. الاثنين لم يعلنا أسباب الانفصال العام الماضي إلا أن كيتي صرحت لهاربرز بازار في تعليق مقتضب فقالت كان علي أن أتدرب على العناية بنفسي قبل أن أعتني بالآخرين كنت أريد أن أكون أما للجميع وفي خضم كل ذلك نسيت نفسي وقد تعلمت ذلك من خلال علاجات خضعت لها لأصبح ما أنا عليه اليوم. You could travel the world, but nothing comes close to the Golden Coast. Once you party with us, you'll be falling in love. إنه مبينين قديش منسجمين مع بعض لكن كيتي بيري و جون لاحظنا هذا الشيء وبعد سنة من الانفصال حلو انه يرجعوا لبعض هي بدها فرصة بس اذا القلب بعده عم بدق من الجهتين بس صح. فرصة اللقاء بتكون كافية ليرجعوا لبعض كانوا الاصدقاء بعتقد هن اللي لعبوا دور الاساسي وبحس دائما الاصدقاء هن اللي بيرجعوا بيقربوا وامراض لا امراض بيفرقوا او ليك اذا عم بحكي اصدقاء اصدقاء هيدي معك حافية نبقى بعالم المشاهير والسليبرتيز وبنروح لعند سيلينا جوميز اللي يبدو انه عم تتخطى مرحله انفصالها عن جاستن بيبر ويقال انه معقول يكون في حبيب جديد دي جي زاد خلينا نشوف التفاصيل ونشوف اذا اكيد بهالتقرير ومنتابع. يبدو أن علاقة سيلينا غوميز بالمنتج الموسيقي والدي جي زد أصبحت أكثر من علاقة عمل وصداقة
فسيلينا وزد حضرا حفل اتش بي او ما بعد احتفال جولدن جلوبز وكانا ممسكي الايدي، واستطاع المصورون التقاط العديد من الصور لهما معا، وبدت سيلينا مرتاحة جدا وتستمتع مع وجود العديد من اصدقائها كالممثلة جينيفر انستون وعارضة الازياء كارا ديليفاين. حتى انها نشرت صورة لها مع المنتج الموسيقي والدي جي عبر صفحتها على الانستغرام. ولكن يعتقد البعض ان الثنائية الشاب سيلينا 22 عاما وزاد 25 عاما يعملان معا منذ فترة على ألبوم سيلينا القادم، وعلاقتهما ليست إلا صداقة وطيدة، ولكن أي من الأصدقاء يمضيان ممسكي الأيدي طوال السهرة؟ حتى ان هذه ليست المرة الاولى التي يتواجدان سويا في العلن، فالاسبوع الماضي اجتمعا في حفلة في منزل احد الاصدقاء وكانا مرتاحين وسعيدين معا. والملفت ان احد المصادر اعلن ان جاستن بيبر يعتبر ذات تهديدا له، فهو ناجح وموهوب ومرح وحساس، وسيلينا تحب هذه الصفة في الشباب. إذن يبدو أن سيلينا غوميز ستبتعد نهائيا عن جاستن بيبر، أو هذا ما نأمله على الأقل، فتأثيره طبعا وحتما سلبي عليها. يعني سيلينا غوميز هلا هو منه حلو دي جي زد، جاستن بيبر احلى، بس الحمد لله انه ترى ان شاء الله يكون مقهور، ما بحبه لانه بعد سنه اخلاقه ما بيرجعوا بعد سنه. ايه بس ما بحس بيرجعوا بعد سنه، هلا بيكون غيران او تكون ما بعرف شو. ايه عنده منافس صار له هلا اكيد بغار. مش حشوره ولا بتفني بيه. ما بحبه لجاستن بيبر لانه منه مهذب، فبيزعجني بنبسط بس حدا بس يزعجه. بس كل شيء قد ايه نجح هذا اكيد او هالفنان يعني، بس انه عمره هالقد صغير وهالقد ناجح. سو صبت صبت. طب انه صغير قد ايه عمره جاستن بيبر؟ شو يويو؟ 21 سنه صبت صغير. لكن هيدي كانت اخبارنا عن السليبرتيز وعن سيلينا غوميز. بتحبيها؟ انا بحبها كثير لانه بلاقيها مرتبه هيك غير باقي الفنانات جيلها. صحيح. دكتور اكيد باقي معنا، مونيكا كمان باقي معنا، ودكتور بعد الفاصل دغري رح نحكي عن امراض اللي بيتعرضوا لها الاطفال. هلا رح نودع مشاهدي روتانا خليجيه وندعيكم تنضموا لنا عبر الاي بي سي الفضائيه. فاصل وننطلق بحلقتنا، كونوا كتار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. الفيتامينات مركبات عضوية ضرورية للنمو الطبيعي. سر الشباب الدايم أيها من الحامض أو الشاي والقهوة يلي بيخفف من امتصاص الحديد بالجسم. البشرة المتألقة، الصحة والحيوية، تكتشفوه هون مع أفضل المتخصصين بالصحة والجمال. نسحب الدم، نعم، أوكي، من الشخص نفسه، وبعدين ندخله داخل مثل ماكينة، الماكينة تعمل سنتريفيجيشن. انطرونا الأسبوع المقبل مع مواضيع جديدة راح تهمكم أكيد. The Youth Clinic السبت الساعة 7 المساء على الـ LBC. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار مباشرة من النمسا. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار، بريق يخطف الأبصار.
ستائر مرصعة بكريستال شورافسكي النمساوي الأصلي، موجودة فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. انقلب فبراير فبراير، قلنا له سلام سلام. فبراير فبراير، أهلا يا سلام سلام سلام. الليلة حيتم السحب على 25,000 دولار. اربح 25,000 دولار اسبوعيا وسيارة بي ام دبليو شهريا. للاشتراك ارسل كلمة انضم او جوين او غجوة لرقم بلدك، كما بامكانك المشاركة عبر الاتصال على الارقام التالية، وممكن انت تكون الرابح. مفيش واحدة جوزتها لما اكون حسيت بيها. طلع جوا كتير غيري يا بيي. شو فاكر حاله ديك البرية؟ بحس بالاربعة. انا تضربي لي ليلتي؟ الراجل يقدر يحب اربعة، ناس ليها اربعة على الفرازة. كريا انت بتقفيني ولا انت فينك مكان؟ دول ضرايب وواثقين في بعض، انت ايه اللي حضرك في النص؟ وانا دموع الستات دي عقلك بتهزني. هو قال لك يا اختي انه هيطلقني؟ يا اختي توكسي زي ما ربنا خلقها على طبيعتها ضعيفة. طب ورحمة امك لعلم على جدتك بشبشب. شفت يا حبك ايدنا. النجاح اللي حققناه بالموسم السابق، باب اب بيرجع بموسمه الجديد. تغطية شاملة للمهرجانات العالمية، مقابلات حصرية، واهم الاحداث على الساحة الفنية. تابعوا كل اخباري على برنامج بوب اب مع انجيلا على قنوات روتانا وائل جسار نصين زيتون. تابعوني على بوب اب. Hi, this is Gimanukyan. Hi, I'm Kelly Rutherford. This is Chris Tucker and you're watching Pop Up. This is Allo Black and you're watching Pop Up. This is Tromay et vous êtes sur Pop Up. Salut, c'est Ben Oncle Soul. What's going on? This is Neo. Hello everyone, this is Ricky Martin and you're watching Pop Up. كارول سميحة عم تحضروني بي بوب اب. غسان رحباني. جاد شوي. نايا. ميشيل أزدي. ولجة دائرية. سامي عياش. Keep on popping up. Pop Up الأربعاء الساعة 7 المساء على ال بي سي. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. مع الأخصائي بطب الأطفال دكتور وسيم بيطار رح نحكي عن أمراض الشتاء عند الأطفال تحديدا، وأيضا كمان معك مونيك العناصر الغذائية المحتاجة بالفصل الشتاء إن كان للصغار ولا الكبار بنحكي عنها تباعا. دكتور بيطار بنبلش معك موضوعنا الطبي، شو أكثر الأمراض شائعة عند الأطفال تحديدا بهالموسم؟ هو فصل الشتاء معروف بكثرة الأمراض، وخاصة إذا كان في عواصف مثل ما عم بيصير عندنا هلا بلبنان. الأمراض اللي بتصيب الأطفال بهالفترة هن أكثر شيء الأمراض اللي بتصير بجهاز التنفس، إن كان جهاز التنفس العالي أو جهاز التنفس الواطي. نقصد فيها التعدن بشكل سريع، عندك التهاب بالأذن، الأذن الوسطى، في عنا الرشح العادي، في عنا الالتهاب بالجيوب الأنفية، في عنا الالتهاب بالحلق أو الزلعيم باللبناني، في عنا منزل نزول، في عنا الالتهابات بالمجاري الهواء مثل البرونشيت، أو الالتهاب الأكثر يعني بيروح بعوز أنتيبيوتيك اللي هو النمونيا. فإذا هودي هن بشكل عام الالتهابات اللي ممكن تصير عند الأطفال بهالموسم. بس هو الجهاز التنفس اكثر شيء معرض يعني لهالامراض والالتهابات عند الولد تحديدا. صحيح صحيح، لانه اول منطقه هي بفوت فيها الميكروب خلال التنفس. اوكي، لكن دكتور هيدي هي الامراض الاكثر شيوعا عند الاطفال، ولا في مرض معين هو الاكثر بيعانوا منه؟ هلا الرشح الطبيعي او الانفلونزا هو الشيء الاكثر رواجا عند الاطفال، لانه 80% من الاطفال، بنحكي اطفال يعني من عمر 0 حتى عمر 16 سنه، بينصابوا بالرشح بهالسيزون.
فقط 30% منهم بيصير عندهم اشتراكات و3% منهم بيعوزوا دخول المستشفى، انما 80% من الاطفال عم يمرضوا بموسم واحد. هيدا ابيديمي، يعني نوع من مرض شائع بينتشر بشكل كثير سريع، وللاسف انه هيك نوع من امراض هي امراض فيروسيه، والفيروس هو شيء ما له علاج انما الوقايه ان كان بالاكل او ببعض الادويه لتخفيف العوارض اللي بتحدث خلال المرض. نعم. طب العوارض الاوليه اللي ممكن الام تنتبه لها على الولد حتى ما نوصل لمرحله ممكن الولد يحتاج الى مستشفى او علاج كثير صعب وخاصه بعمره يعني للولد؟ صحيح، اكيد ما لازم ننطر الحراره، الحراره هي الشغله بتجي بمرحله ثانيه او ثالثه من المرض. العوارض الاوليه هي التعب، النعس الزايد، قله الجلد على الدرس، في عندك كمان الرشح، السعال، عندك العمش بالعين، عندك التغيرات شوي بلون البشره، بصير الطفل شوي شاحب اكثر من العاده، في عندك النوع من الطفره اللي بتحدث بالجسم، وبمرحله ثانيه عندنا تأزم هالعوارض اذا بدنا نقول، يعني الرشح بيصير رشح زائد مع افرازات مخاطيه بتصير لونها اصفر او اخضر، في عندنا سعال بيصير سعال بنسميه برودكتيف كاف، يعني بيصير سعال مع نوع من الماده المخاطيه بتصير، في عندنا كمان الحراره، الحراره اللي بتبلش ب 38 بتصير 38.5 وبتقدر ترتفع وصولا الى 40 او 41، فاذا هذه هي تدرج العوارض عند الطفل ان كان من بدايه ظهور عوارض التعب والارهاق الى الحراره العاليه والتازمات التاليه. طيب كيف مفروض تتعامل الام مع الطفل لما يصير عنده هيدا العوارض؟ صحيح، دغري ادويه او يعني استشاره طبيه ولا كيف؟ لانه في مرات بناخذ ادويه بنعرفها شو هي وبتزيد حاله الطفل. صحيح، الطبيب موجود لاي استشاره باي لحظه، هيدا شيء طبيعي خاصه ام اذا كانت عندها اول طفل وما عندها خبره بالموضوع، فاذا الطبيب موجود هون ليساعدها تتفادى او تعرف كيف تعالج هالمشاكل او العوارض اللي رح تبلش اول شيء، انما فينا اول شيء نبلش نعالج او نداوي العوارض بشكل بسيط داخل البيت، ان كان على شكل مثلا خافض الحراره الباراسيتامول والماركات التجاريه اللي معروفه فيه، او الانتي انفلاماتوار او مضادات الالتهاب وليس المضادات الحيويه، يعني الانتي انفلاماتوار مش الانتيبيوتيك، فاذا هودي بيساعدونا لنخفف شوي من نسبه العوارض، انما هودي ما بيعالجوا، يعني اذا في حراره بتعطي باراسيتامول بتخف الحراره بس ما بيصح الطفل. كمان فينا نهتم بالناحية تانية بعبر الأكل السليم رح نحكي عنه بعد شوي مع مونيك، أو فينا كمان نزيد من التدفئة، وإنما مش التدفئة الزايدة، لأنه نحن عنا عادة لما نشوف طفل محرور دغري أو عم بيرجف دغري بنركض مندفيه أو مندوي التكييف على الدافئ أو السخن الزايد. بهالحالة لازم كل أم تعرف أنه بحالات البرد أو الحرارة المرتفعة لازم نشلح الطفل، لازم نبرد الغرفة، حتى فينا نروح أكثر من هيك لنحمم الطفل بماء باردة أو أبرد شوي من حرارة جسمه حتى نقدر نخفض له حرارته. هودي العادات القديمة اللي ورثناها، وإذا عليه يمكن الطفل عم بيطلع الفيروس أو عم بتخف الحرارة، يعني بنسمعهم كثير هالقصص، بس هو العكس، ما لازم ندفي الولد بحال حدوث هالحرارة العالية. مونيك، غذائيا بالنسبة لهالولد اللي بهالمرحلة في فيتامينز معينين بتنصحي فيهم؟ في أنواع؟ أوكي، رح أقول لك الفيتامين، إذا لحق وفات المرض عليك تاخذي فيتامين سي يلي كل العالم بتعمله، شيء ما له معنى أبدا 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 نهائيا، خلص الفيروس فات. هو نحن كثير كثير وخاصة أنا بحب شجع انه الواحد ياكل بالصيف منيح حتى يحتمي من الشتاء، يعني ما بحب انه ننطر حتى الواحد يمرض، لانه التغذيه صارت كثير سكوندير بهاللحظه هيدي، اذا انا علي حراره وعم برجف وحالتي حاله، يعني صار الغذاء سكوندير مش انه بطل له اهميه، بينما يلي بيتغذى منيح وعن جد ساشا اسم الله دق على الخشب، انه انا واولادي يعني يمكن صار لنا ابني الكبير صار عمره 15 سنة، يمكن آخر مرة سخن فيها كان عمره 4 سنين. العائلة اللي بياكلوا عن جد بطريقة مزبوطة وبيلعبوا رياضة وعندهم حركة وعندهم تعاطي مع الطبيعة كتير، هن الناس ما بيسخنوا أبدا، غير ما العالم بتفكر إنه كل ما بتعدي بالبيت بتسكري كتير أقوى. عن جد عن جد إنه أنا هلا هو عم بيحكي عم بفكر إنه عم بيرجعني كم سنة لورا، وانا عندي شاب عمره 15 سنه، يمكن عن جد مش عم بمزح صار له اكثر من 10 سنين مش ما بتتذكر، يعني يمكن ما عم بتذكر، لانه عادتنا بالاكل عادي بناكل فواكه كثير، بناكل خضره كثير، بناكل طبخ كثير، بس عودتيهم على هيك اكل مونيك للاولاد؟ ايه، انه ايه انا
ماني معقدة بضلني أقول إنه أولادي بياكلوا شوكولا وبياكلوا كريب، ماني شخص هذا، بس الأكل الأساسي الطبخ موجود ببيتنا، الأكل الصحي والطبيعة موجودة. يعني أنا من جمعتين ثلاثة كنا على البحر مع الأولاد، بعرف إنه كثير بيستغربوا، بس عنا تعاطي مع الطبيعة وعنا ما بعرف إذا قديش هالشيء بيأثر، إنه وي آر مع النيتشر، عنا عليه عليه على هذا الشيء بقوي المناعة كثير عند الولد، عن جد كثير بقوي المناعة. أنا كثير انبسطت إنه مونيك شخصيا عم تحكي حد اليوم، لأنه هي وفرت علي كثير حكي هلا، لأنه مثلا نحن بنعرف إنه إذا مرض الشخص دغري بيركضوا على الفيتامين سي وعلى ما بعرف شو، دغري بصيروا حتى في الأقراص وفي بصيروا يشربوا ليمون، هذا مش صحيح. مثل ما قالت مونيك، الفيتامين سي هو بيحمي قبل، مش وقت المرض. صح. يعني ما نشرب ليمون وقت نمرض، نشرب ليمون قبل ما نمرض، هيدي شغله كثير يعني مهمة. هيدي الوقايه، هيدي الوقايه اكيد ما لها اي معنى، واصلا هيدي قصه الفيتامين سي هي انا بالنسبه لي خرافه، وما مش بالنسبه لي، بالنسبه لعالم التغذيه اللي انا بنتمي له، هي راجعه من سنه 47 في باخره راحت وعاشوا بالبحر كذا وقت كثير طويل، وانقطعوا من كل شيء اسمه سترس فود، ولقطوا الانفلونزا وسخنوا وفي منهم ماتوا. بس نحن كعالم مثل ما نحن عايشين، اقل فيتامين بعت الهم انا هو الفيتامين سي، لانه متوارد وين ما بدكم. هلا مع الشاف مثلا بفليفله وحده بس عندك فيتامين سي بيقدوك وبيعطوك على كذا يوم، وكل شيء زياده بيروح بالبول. يعني كل شيء عم نعمله هالمالتي بليون دولار اندستري من وراء الفيتامين سي، هي بس اللي بتعمله انا برايي صراحه انها بتغني البول بالفيتامين سي. يعني هيدي كمان من القصص الخاطئه مثل ما كنا عم نحكي كنت عم بقولها، وهون كمان في فيتامين في نوع من فيتامين او المتممات الغذائيه اللي هلا كثير عم ينحكى عنه، هو الزنك، لازم نعطيه حقه كمان اضافه للفيتامين للكل، حتى خاصه للاطفال. صرنا هلا عم نعطي زنك بالفتره قبل المرض كمان، اذا فينا قبل يعني من دون ما يكون الولد عنده شيء حتى غريب ياخذ. اكيد. وكمان مونيك تقدر تخبر عن منافع الزنك، و يعني شغله كثير اساسيه. دكتور، اذا بدنا نقول انه طفل اصيب بالجريب واللي هو المرض اللي قلنا اكثر شيوعا، شو العلاجات المقترحه اللي لازم؟ فاذا مثل ما قلنا اول شيء بنبلش بالعلاج للعوارض، يعني الباراسيتامول والانتي انفلاماتوار، ونشرب كثير سوائل للطفل، لانه الشرب الزايد والسوائل الزايده بتساعد لتذويب الماده المخاطيه بكل مجرى التنفس عند الطفل، هيدي شغله كثير منيحه، وبزياده لانه خلال الحراره الطفل بصير يتبخر من جسمه المي، وبصير يتعرض اكثر للنشاف، واذا بالتالي اذا شربناه زياده بنتفادى النشاف عند الطفل. مشان هيك الشرب، وهون مش ضروري السوب والحساء والمواد الدافيه، يعني السوب مش ضروريه، كنا من زمان نحن وصغار دغري يجيبوا لنا الشاي السخن اذا في عندنا التهاب بالحلق. هلا صرنا العكس، صرنا بنعطي بوزر على الالتهاب بالحلق، يعني مش الماده الدافيه اللي لازم، انما السوائل عامه لازم تكون من زاده. هلا في حال تأزمت الأوضاع أكثر والعوارض سائت عند الطفل، بصير في عنا أكيد تنظيف الأنف بشكل مستمر، في عنا نوع من المضادات الحيوية تنحط موضعيا داخل الأنف أو المضادات الحيوية. بس شغلة كثير مهمة، الأنتيبيوتيك أو المضاد الحيوي ما بينعطى بالإنفلونزا، الجريب العادية اللي بينصابوا فيها الأطفال هي فيروس وما بتصح من بأنتيبيوتيك، مشان هيك ما دغري نركض ونشتري من الصيدليه من دون وصفه طبيب، وبالتالي بياثر على المفاصل حتى لبعدين على كبر. يعني اكيد بيأثر. حتى بصير في عندنا مناعه ضد الانتيبيوتيك، بصير جسمنا بطل يتفاعل مع الانتيبيوتيك، مشان هيك مش لازم نكتر منه. نعم. طب دكتور، نحكي شوي عن اللقاحات واهميتهم. الولد اللي تم تلقيحه ضد فيروس معين، ضد الجريب كمان بنسمعها كثير بموسم الشتاء، فيها الام تطمن بالها انه خلص ما راح يتعرض لهالفيروس او سؤالك ساشا كانه عندك اولاد من قبل، لانه كثير كثير مهم هذا السؤال بنطرح علي من السيدات بيعرفوا انه لقاح الجريب ما بيحمي اطفالهم 100%، انما هو لقاح كثير مهم. عندنا عدد كثير كبير من الفيروسز واشكال الفيروسز بيقدروا يسببوا لنا الامراض الشتويه اللي بنعرفها. هودي الفيروسز موجود جزء بسيط منهم باللقاح تبع الجريب، انما ما بيعني هذا الشيء انه ما تلقحوا ضد الجريب، لازم نلقح اطفالنا تنحميهم ضد الفيروسز الموجودين باللقاح. هلا حظهم بشع، لقطوا غير جريب خلال الموسم فاين، بس المهم يكونوا محميين من على القليله من اللقاح، من الفيروسز الموجودين باللقاح.
وفي لقاحات ثانيه كمان تما يروح حقها، هي لقاحات ضد البكتيريا. في بكتيريا كثير بتجي بنسميها اوبورتونيست، يعني بتجي بفتره الطفل بيكون مريض فيها، مناعته ضعيفه، بيجي بيعمل التهاب بكتيريا بيعوزوا انتيبيوتيك. هودي صار لهم لقاحات مثل البنوموكوك مثلا، له لقاح وكثير مهم بيتفادى مشاكل كثير، التهاب بالرئه والتهاب بس بينعمل بموسم معين، يعني بفتره معينه، مش بعد ما يجرب يمكن الولد او يسخن نعمل اللقاح لانه ما راح يستفيد. اللقاح تبع الجريب معروف بينعمل بموسم واحد خلال السنه، انما اللقاحات الثانيه هي بتدخل ضمن جدول اللقاحات الطبيعي تبع كل الاطفال. كل لقاح له عمر معين لازم ينعمل، واكيد هون متابعه مع الطبيب كل طفل. طيب دكتور، كنا عم نحكي عن العلاجات اللي بتتم بالبيت، اي متى بيصير في عندنا حاله بتستدعي انه نروح على المستشفى او الطفل بيصير بالمستشفى؟ هون بصيرنا بالحالات المتازمه او المتطوره. بهالحاله اذا الطفل كانت حرارته عم تضل مرتفعه لاكثر من 3 ايام، او في عنده هزه حيض قويه، او عنده عدم قبول للاكل، يعني الولد ما عم ياكل كفايه حتى يكفي جسمه ما ينشف، او اذا الولد صار كثير تعبان، مبين على الطفل تعبان، هون بنستدعي دخول المستشفى. اول شيء لاجراء الفحوصات لنشوف اذا في شيء بده انتيبيوتيك، وثاني شيء لاعطاء المي من خلال المصل حتى نعوض عن قله الاكل، واجراء الفحوصات اللازمه والعلاجات اللازمه، مثلا الفيزيوثيرابي، لانه في نوع من الفيزيوثيرابي بنصير نشد على صدر الطفل لنساعده يظهر البلغم لبرا او الماده المخافيه. هونيك حكيت عن اولادي وكيف كنتوا يعني ما زلتوا عايشين حياه صحيه، مع انه بيتناولوا يمكن الفاست فود والشوكليت ما بتمنعيهم، بس في سيستم غذائي معين تعودوا عليه. طب قبل ما كنت تخاف من العدوى بس كانوا يروحوا على المدرسه؟ اكيد، او بدار الحضانه يمكن صغار، وشيء طبيعي انه يسخن الولد، ما في ولد ما بيسخن لعمر 3 سنين 4 سنين 5 سنين، يعني الا اذا عزلتيه وحاطتيه ببالون. انا انه كنت اتعايش، بس انا بدي اقول انه انا بنتي وقتها كان عمرها سنه وشهر، عن جد كتر خير الله، وصلت للموت من وراء فيروس، وانا ما انتبهت انه هالقد خطير، وصلت للموت وعملوا لها انعاش وضلت جمعه بالمستشفى بالريانيماسيون من وراء انه سخنت، طلعت حرارتها. بس كنت بالمستشفى صار قول لهم انه كانت حرارتها مثلا 40 فاصلة شيء، كلهم يقولوا لي انه كيف ما نزلتيها على المستشفى؟ هلا انا كنت طبعا مع حكيم وهيك، بس انه لازم، ما بعرف، انه لازم الاهل يعرفوا انه الام اكثر شخص بيقدر يعرف اذا ابنه منيح او لا، لانه انا وقت اخذتها على المستشفى كان في ناس عم بتحاربني انه لا ما بدها مستشفى، انه طولي بالك ما بلشتي لها انتيبيوتيك، خلص يعني بدك واحد لتنزل الحراره كمان، الانسان بده يشوف. الام ما بدها تخلي شك، يعني 100 مره يقولوا عنك انه مسرسبه من ما يقولوا انه شيء هيدا. عن جد على دقيقه كانت راحت بنتي من بين ايدي من وراء فيروس ما له معنى، بكتيريا يعني ما له معنى وهيدا، بس هيدي النقطة كثير مهمة. يعني الحرارة هي مؤشر كثير أساسي دكتور بيطار بحالة هلا رقم الحرارة 41 وصلت حرارتها، إنه بيقولوا إنه ما بتنطري، مزبوط ما بعرف ليكي شو إجمالا رقم الحرارة أو ببدايتها ما بيشغل بال، بس إذا بقيت أكثر من 48 ساعة ساعتها لازم الواحد يخاف. هلا إذا الطفل عنده حرارة مرتفعة مع حالة صحية وجسدية تعبانة ما لازم ننطر دقيقة حتى، مش انه خلص لا رقم 48 ساعة لازم نطبقه. إذا ابنك مش مرتاح تجي لو هلا بلشت حرارته دغري بتنزلي، مثل ما قالت أول شخص بيعرف إذا ابنه مرتاح أو مش مرتاح هو الأم، لأنه بتعرف ابنها مضبوط كيف شكله كيف يكون بالحالات الطبيعية، ولا مش هيك دغري التوجه للطبيب ما ننطر إذا كان مش مضبوط. دكتور، في أطفال عرضة لأمراض ومرض لفيروس الجريب أكثر من غيرها؟ أكيد سؤال كثير مهم نبيل، لأنه كل طفل خلق قبل وقته، بنسميهم الخدج، يعني خلقوا قبل الشهر التاسع، هيدا طفل مناعته بتضلها ضعيفه لفتره سنتين تقريبا بعد الولاده. كل طفل عنده مشاكل بالقلب، لانه بتعرفوا نحن في كثير اولاد بيخلقوا عندهم خلقيا مشكله بالقلب، يعني يا ثقب بالقلب او ضعف بعضله القلب. كل طفل عنده مشكلة بالجهاز التنفسي وخاصة بالرئتين هيدا معرض أكثر من غيره، وكل طفل عنده ضعف بالمناعة هيدا كمان طفل معرض لأكثر من غيره أنه يمرض لهالأمراض. لهيك بنحكي شوي غذائيا مونيك بالنسبة للصغار، شو نصيحتك خلال موسم الشتاء وللرضاعة؟ ونحن كمان لقلنا ليش بيزيد الأكل بهالموسم، وبندخل شوي بالمعتقدات الخاطئة. عم نحكي عن ناس سخنين أو ناس هلا بومبا شو لأنه شو لا هلا نفصل شوي الأمراض. ايه لا
ليك انا برجع بقول انه وقت يصير في سخونه خلص نحن بنرجع لورا، لانه بصير الحكيم هو الاول، يعني مثل ما كان عم بيقول انه انا بس نعطي مي صح الولد وبس يصح. عن جد ليك في مشكله ان كان بلبنان او بالبلدان العربيه او بالعالم ككل، في شيء انسحب من الاكويشن بالتربيه هو المربى الغذائي. يعني بتلاقي انه كل العالم بكره بتشوفي انت كل همك انه اولادك يطلعوا مهذبين بالمدرسه شاطرين، يمكن يعملوا حكمه الأكل. بس وقتها تيجي على الاكل ما بعرف ليش هاللعبه هاي بنخسرها، انه لا ما بياكل غير رز ومعكروني مثلا. بسمعها كثير انه ايه واذا ما اكل رز ومعكروني شو بتعمل؟ ما بعمل له رز ومعكروني، واذا اعطيه بلا اكل لا يقبرني بيبكي. انه عرفتي صار في خوف، وهاني انا كثير بقوي الاهل اللي بتحب ابنها، واكيد كل العالم بحبوا اولادهم، لازم ترجع الفورميل تبع المربى الغذائي يفوت، يعني بدنا نربي اولادنا حتى يتغذوا بطريقه مضبوطه، حتى ياكلوا يا خانه ان كان بلبنان او بالبلدان العربيه عنا اكل ممتاز ولازم الولد ياكله، ما لازم نخضع انه رفض انه يعني خلص ما بقى ياكل، لا، هون بيجي الدور الاساسي للاهل لحتى يتوقوا من الامراض. وعن جد ساشا صدقيني انه هذا الشيء كثير كثير اساسي، بتتوقي اول شيء من الرشح، وهذا ليه؟ لانه جهاز المناعه عندك كثير كثير بيقوى. طبعا مثل ما كان عم بيقول انه الزنك كثير اساسي، بس الزنك كمان موجود باكلنا بطريقه طبيعيه، والام يلي ابنها بياكل فاصوليا ولوبيا ومجدره وكوسه وكبه منا بحاجه انها تعطيه فيتامينات. انا صح هيدا رايي، ما بعرف هلا اذا الحكيم بيوافقني، بس في اولاد ما بياكلوا، طبعا ساعتها بنلتجئ انه نعطيهم مقويات زياده او فيتامينات زياده. هيدي مهمه، ووقتها يجي الصيف اكيد تلقائيا يعني كلنا بنرفض الشوب، يعني بنرفض الشوربه، بنرفض اذا مثل ما شفنا حتى بالحيوانات بريو بيطلبوا البارد بالصيف، وكذلك الانسان طبيعيا هيدا لانه بنصير عاوزين مي اكثر، بنعرق كثير، وبالشتاء بنلحق الاشياء اللي بتدفينا. بس المشكلة انه نحن بنضلنا نفكر انه نحن بحاجة لاشياء تدفينا كثير كثير، لانه من 20 و30 و40 سنة وسائل التدفئة كانت غير اليوم. يعني نحن اليوم صيفا شتاء نحن مثلا بهالستوديو حرارة الاستوديو هي ذاتها، فإذا بدك تشوفي وين أنت عايشة بأي انفايرمنت ببيتك بتتبعي كمان تغيرات الأكل. وقت يكون في مكيفات عم بتدفيك وتسبب الحراره المناسبه صار فينا ناكل على طول الاكل الموجود. بس طبعا بنرجع للشوربه، بنرجع للاشياء اللي بتدفي الجسم بالشتاء اكثر بكثير من الصيف. طيب يعني اذا بدنا نحكي مونيك عن نحن الكبار، ليه بنصير ناكل كثير بفصل الشتاء؟ ليك اول شيء في عوامل البسيكولوجيه، هو مضبوط بنصير ناكل كثير او هي شغله نفسيه يعني نحن بنفكر فيها؟ انه هي انت منك بحاجه لوحدات حراريه زياده اذا انت عايشه بذات الانفايرمنت جوا. هلا اذا بتاخذي انسان الساعه 12 الظهر بالسعوديه بقاب وبتشيليه هيدا الانسان بتحطيه بألاسكا بالبرد، اكيد بالبرد هو بحاجه لطاقه كثير كثير، لانه جسمك بصير بده يحرق طاقه كثير تيدفي حاله. سو ايه وقتها بتكوني بردانه انت بتصرفي طاقه اكثر تدفي حالك، عرفتي؟ بس ما بيتطبق علي وعليكم هون، لانه مش لانه برا عم بتشتي اذا جوا الحراره منيحه صار لازم ناكل زياده، هذا الفاكتور كثير كثير مهم. هلا قد ايه بدك طاقه زياده حتى تدفي حالك؟ مش قد ما العالم تاكل، يمكن انت بحاجه لهالقد. نحن بنركض على الاشياء اللي بتطعمينا، فكل العالم بتنصح بالشتي بشكل ما طبيعي لانه بياكلوا زياده عن اللزوم. طيب شو المأكولات بهالموسم، موسم الشتاء مونيك، اللي بتعطينا طاقه؟ في عناصر غذائيه معينه؟ هي الطاقه بتجي من السكر، بتجي من الدهن، بتجي من كثير اشياء، بس بالشتاء اذا حسيتي انه بدك تاكلي ومش عارفه شو، اول شيء جربوا ظهروا من البيت عن جد، لانه الزربه بالبيت بتخلينا ناكل كثير. انا هون بحب كثير الشوربات، لانه الشوربه دراسيا وعلميا فيك تعمليها كثير خفيفه، والانسان وقتها بياكل بيقولوا دراسات كثير برهنت هالشيء، انه اذا بعطيك كبايه مي حدا خياره سوري حدا كوسه وحده وحده جزرايه، او باخذهم وبعملهم شوربه، وقتها بتشربيهم شوربه بتاكلي اقل على الوجبه اللي بعدها، مع انه بعدهم زيت الانجريديان من ما تاخذي خيار كوسه وجزر وكبايه مي. ليه؟ لانه الدماغ والعين بيسجلوا انه انت اكلتي شيء، سو تلقائيا بتحسي من الوجبه البعيده. يعني مشان هيك اذا
انتم من الاشخاص اللي بياكلوا كثير بالشتاء، عن جد التجئوا للشوربات وزيدوا فيهم السوائل حتى تقدروا تعبوا. اذا بدك الشوربه قد ما تتناولي منها بتنصيح يعني حسب او شو حسب المكونات اللي بقلبها. شو انسب؟ الخضره هيدي منيحه، بس ما بتغني عن انك تاكلي وجبه ثانيه من بعدها اذا هي بقلبها ما كان في لحومات ونشويات تقدر تعطيك الطاقه اللي عاوزتيها. فهيدي الشغله كثير مهمه. وانا حتى احب احكي عن الشوكولا شوي. المفهوم اللي غلط اللي عم بيصير هو انه الشوكولا صار منيح. أيه. بس هيك الشوكولا المر يعني تحت هو الأسفد. ماده الشوكولا وقتها بتطحن الكاكاو يعني المصانع بينزل سائل منها كثير 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 مر، هذا يسمى بالشوكولا. هيدا فيه فلافونويدز وفيه انتي اوكسيدنتس ومنيح، ويلي بيكون مثلا لوح شوكولا مكتوب عليه 80 70 85% كوكوا هيدا اوكي بعده مقبول. مش الشوكولا اللي عم نشتريه لاولادنا يلي عم بيتداول بايدين كل العالم واللي العالم عم بتفكر انه شوكولا صار منيح. لا، هيدا الشوكولا نحن مش ناخده باعتدال، مش بكميه كبيره، مش بكميه كثير كبيره. ننتبه لانه اثنيناتهم يسموا بالشوكولا، بس هيدا شيء وهيدا شيء ثاني خالص. صح، لعطيكي بس شيء تعقيبا على حديثها، لما حدا في ناس بيقشط معهم السكر بجسمهم دغري بياخذوا حبه شوكولا، هيدا اكبر خطا لانه الشوكولا ما بتعطيكي سكر قد ما بتعطيكي زيوت وشحوم. يعني حبه الشوكولا حبة علبة شوكولا يعني مربى بتصور احسن. اكيد 100%. دكتور بيطار شكرا لحضورك معنا اليوم ونصائح الطبيه، خاصه بهالموسم لازم تتوقع كل ام يعني تنتبه على هالنقاط اللي ذكرتها. مونيك كمان اهلا وسهلا فيك بحلقتنا اليوم، بنشوفك كمان عن قريب. انا لازم اشوفك عن قريب. رح نتوقف دقيقه قليله مع الاعلان في الكتاب صح وسريع، بس هو للدكتور بس لانه هلا اليوم اول يوم تعرفت عليه فهو ما عنده اياه. رح يطبقهم كلهم بالبيت. ما غرض. دقيقه قليله مع الاعلان وبنتابع بقية فقرات ببيروت. بعد باقي كثير فقرات مهمة بتهم الأم الأب وحتى الأولاد، وفقرات مسلية كمان. السيدة أهم شيء، سيدة المرتبة الأولى. دقيقة قليلة ومنتابع. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. أسبوع جديد من المنافسة بيبدأ هلأ بتوب 14، فنتعرف على أجمل 40 أغنية عربية عم بيتنافسوا على المركز الأول. نفتتح التشارت هالاسبوع مع اغنية المركز الاربعين. الاغنية اللي احتلت المركز السابع لهالاسبوع. اما بالمركز الاول لهالاسبوع ما تنسوا تتابعونا لنرجع نتذكر سوا اجمل الاغاني اللي عم تتنافس على التوب 1. انطرونا. توب 40 الخميس الساعة 7 المساء على الـ LBC. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار مباشرة من النمسا. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار بريق يخطف الأبصار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي النمساوي الأصلي موجودة فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. الموضة منا عنصر موجود بس بالتياب، الأزياء والفاشن منلاقيهم وين ما كان، بالسما، بالشارع، بالطبيعة، وبأي مكان بحياتنا اليومية. الموضة إلها علاقة بالأفكار،
بالإبداع وبالطريقة يلي منعيش فيها. Fashion is everywhere. It's a way of living. Catwalk يومياً الساعة 6 المساء على LBC. بدنا نعمل شيادية على طريقة جوان. برغل الرز بيعذب كتير يعني. هون الدسير كمان مألف من كاكاو بسكويت. في ظروف اللي عم يعملوا دايت. نخلي شوي للصوص الصيادية. أنا جبت الأكيديني لأنه منظرها كتير حلو. خليكن معنا لأنه في كتير 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 ناس بحبوا يتعلموا هالأكل. هيدا عنده أشياء كمان غريبة الشكل مثل ما بقولوا. يجي لعنا لهوني أنا ناطرتكن. باي. عنار لطيفة يومياً الساعة 1:30 الظهر على LBC. بفقرة التجميل مع خبيرة التجميل نونا باز رح نتعرف على أحدث الماسكات الغريبة والجديدة. أهلا وسهلا فيك نونا. كيفكم؟ الحمد لله. وأنت؟ الحمد لله. نونا اليوم في ماسك هيك غريب وجديد، ماسك الكراميل، تخبرينا عنه شوي. اليوم رح نشوف ماسك يعني لو ما كنا ما دقنا كراميل. بتعرفوا مثل ما كان الشوكولا أخذ عزه، مثل كليوباترا كانت تتحمى بالحليب، هلا اليوم صار فيكم تقعدوا وتحطوا كراميل على جسمكم. حلو. بقى هيدا الشعور كثير حلو لانه ما بتقدروا تتخيلوا ان كان الريحه قد ايه بتحس الشخص بحس بكثير سعاده، وذات الوقت هو قد ايه مهم للبشره جافه. اوكي، لكن لنوع بشره معين هالماسك الكراميل للبشره الجافه؟ نعم. لغير انواع ما بفيد؟ لا، لانه بتعرفي في سكر، والسكر السكر الاسمر، وفي الحليب، وفي الاسيد سيتريك، وفي الميال العسل كمان. بقى هول الانواع اكثر بيساعد انه يرطب البشره الجافه، البشره يلي تعرضت للشمس كثير، البشره يلي فيها ستريس، فيها تعب بوجهها، ألوانها مش كتير موحدة. صحيح هو منه لتفتيح البشرة، بس هو الحامض اللي بقلبه بيعطي نور وضوء للبشرة، مشان هيك بتقشعي انه الوجه من بعد الماسك كراميل بيعطي نضارة وبيعطي هيك بيضوي اكتر، غير انه المرونة والرطوبة اللي بيعطيها. نحن بنعمله قبل ما ننظف البشرة او بعد؟ لا اكيد لازم تنظف البشره. بننظف البشره اول شيء من بعده. ايه دائما بده بكل الحالات بكل الصوانات المختاره دائما عندنا تنظيف بشره مشان ما يبقى ولا خلايا ميته مكدسه، وتا كل الكريمات او الماسكات تفوت البشره وتعطي فعاليتها. في غير ماسكات كنا نسمع عنها للبشره الجافه، شو بيفرق هالماسك الكراميل؟ رح نشوف بعد شوي كيف يطبق عن غيره. نحن بحلقات سابقه خصصنا للبشره الجافه عده تريتمنت فيهم يفوتوا لكل سيده، فيها تفوت على البيج نونا باز او الانستغرام @نونا باز وتشوف مثلا البشره الجافه. عاملين كثير لوكينج لاشخاص من 30 وبالطالع، كيف كانوا قبل وكيف كانوا وكيف صاروا بعد، تا
تنقول فينا نقول الكولاجين تريتمنت، عندنا الدايموند تريتمنت هيدا اخذ كثير سكسي بالصيف، الكافيار تريتمنت، اخر شيء عملنا الهورس بلاسنتا يلي مشيمه الحصان، وعملنا الفيش كولاجين، وهلا بدنا بعد شوي رح جاي اشياء كثير مهمه يلي هي دير بلاسنتا يلي هو مشيمه الغزال. يعني الهورس بلاسنتا كنا نتخيل حالنا مثل الحصان، هلا مثل الغزال. بقى بنما هيدي الليتست تكنولوجي كمان رح نشوفها بعدين من التريتمانات يلي رح نعملها للبشرة الجافة والمتقدمة بالعمر يلي بلشت تترهل كمان. سابقونا لما تجي لعندك السيد وبدها تبدأ من الصفر، من وين بتبلشي؟ تنظيف البشرة أو الماسكات؟ هلا كتير ناس عم بيجوا عم يتصلوا فينا من الخليج حابين أنه بيومين ثلاثة يعملوا ريلوكينج ويغيروا بحالهم. نحن عنا بلان، يعني عنا دعاء عزيز. مثلا بتجي اول شيء اكيد بننظف، بنشوف وين المنطقه المدهنه، بنزيل الزوان. المنطقه الجافه بنشوف اي دوغري واصله فيها الجفاف، فينا بذات السيانس منطقه ننظفها. المنطقه الثانيه نحط مثلا دايموند او كافيار حسب شو هي بحاجه نوع البشره. بنرجع اذا كثير عندها تجاعيد سطحيه الميزو بالفيتامينز او بالايرنيك اسيد فينا نعملها اياهم من بعد جلسه السوان. واخر شيء بنطلع على التاتو، هن اكيد عم يجوا مشان يغيروا بالنظره، بقى عم نغير ان كان التاتو يلي مثل ما قلنا شعره كثير مطلوبه وعم بيجوا خصوصي كرمالها، وان كان الشفاف او الايلاينر شو اللي بحاجه عم يتغيروا فعلا، وهيدا بظرف نهار. عم نقول النهار الثاني عم بيكون اشياء للجسم من الكريوليبوليزيز يلي فيهم يعملوها بس مره ويرجعوا يسافروا لانه نتائجها عم بتكون بعد شهر ونص. وإذا باقيين أكثر جمعة الكافيتيشن والفيب والكل شيء بشد الجسم وبيضعف. اوكي، لكن هون شو رأيك ننتقل عند الموديل ونشوف كيف فينا نحط الماسك وكيف فينا نستفيد منه؟ اليوم حتى إذا بدك بتشمي ريحة الكراميل من وراء هالماسك، مشان هيك بتحس السيدة إنه شعور مرتاحة وعندنا ثقة، لأنه كمان دخلوا الألوا فيرا. يعني حتى إذا كانت بشرة حساسة ما عندها مشكلة، ومع الميل يلي فيه وفيك تمرقيها تحت العيون. فيك أوكي، هو الماسك بيجي بهيدي الطريقة مع ال مش مع الكراميل يلي موجودين، بس هن بتعرفي بالسبا يعني كيف بكنا نحط الشوكولا حتى يعني اذا حتى بدك تعملها جسمها فيك خليها دائما عندها شعور انه كله موجود. قد ايه بنحط تقريبا وقت نونا؟ نحن بنحب نحطه لانه مثل ما شايفه ليكي هالجفاف هون حوالي عيونها، بنخليه شوي يعني فيها تكون ربع ساعة نص ساعة، خليها تشرب ويتغلغل هالمكونات داخل طبقة مشان انه تحس بال يعني حنين. بتحسي هلا لما تشيله كثير في نعومية وكثير في رطوبة على هيك. اكيد على الرقبه فيها تحط كمان لانه البشره كمان بتجف مثل الوجه وهي اكثر معرضه. نعم، وفيها تحط على ايديها، يعني هو مثل ما قلت لك هو سبا، هو لكل الجسم ممكن انه تحطه. بقى بنتركها نحن لهيدا الوقت خليها تشربه، ومثل ما شفتي ما عنده اي سايد افكت، بالعكس بتحسي عم بتشمي ريحة الكراميل. بس نونا مثل ما ذكرتي بس البشرة الجافة منيح للماسك الكراميل. نعم. إذا بشرة نص نص يعني مثل هلا لأنه على هيدا الموسم بتحسي مرات مع الإدراتون بيمشي الحال، مرات بتحسي بشرتك جافة. نحن ساعتها بنقسم الوجه، يعني عندنا التي زون يلي هي المنطقة بدنا ننظفها قلنا ونعمل نتواياج لها، هون ما بنحط.
هون في ماسك بيوريفاينج بيكون خصوصي وكلاريفاينج مشان اول شيء يسكر المسامات وما بدنا زيوت لهون لانه ديجا شلنا الزيت. هلا اذا كانت هون جافه ساعتها بنحطه بس على المنطقه الخدود او انه الرقبه. بس ما فيها تشتري السيده هو الماسك وتحطه لانه يمكن تحط بمحلات يمكن ما بتعرف يعني بالانستيتيو بيعرفوا اكثر. هلا اكيد هي الافضل انه نحن لانه نحن بدنا ننظف قبل وبدنا نعمل بروسيدور ممكن نحط لها سيروم او ممكن من بعدها نعمل لها الهوليوود ليفت اذا بحاجه وجهها اذا من هون مترهل اكيد الافضل بس انه ما بيمنع اذا هي حابه تاخذه. كل قد ايه تقريبا بدنا نعمله؟ هلا بالمبدا هي فيك تعملي بالشهر مره، كل ما تحسي وجهك خاصه على هيدا الطقس المي كثير عم بتنشف الجلد. صحيح. بقى بتحسي كلنا مقشب جلدنا ان كان جسمنا ولا وجهنا، فينا بعد الحمام او انه بالجمعه مره قد انت بشرتك جافه فيك تعملي، ما عنده اي صعيب. حسب كل واحد بشرته لكن. عم تحط على الشفاف؟ لا. ما علينا انه هو ايمونيا وتعرفي انه كمان داخل له العسل بقى ما عندك مشكله للناس يلي عندهم تشقق بشفافهم كثير بيرطب لهم اياها. اوكي، في شيء كريمات معينه او في شيء بدنا نعمله بعد هالماسك؟ دائما دائما في كريمات بدهم يستخدموها بالبيت، يعني ما فيك تروحي تعملي التريتمون هون وتقولي خلص انه هيدي هي. دائما حسب كل بشره نحن بنعطيها كريمات اللي خاصه فيها، ان كانت حتى لو كانت عندها كومبينيشن سكين بنعطيها تريتمون للبشره الجافه هون وتريتمون خصوصي للبشره المنهنه بهالمنطقه. حبوا نشيله ولا منخليه؟ خليها شوي بده ربع ساعة مشان انه يتغلغل هالمكونات داخل طبقات الجلد، وحتى عندك بيقولوا لما هو ببيض شوي وكمان اذا عندها تجاعيد خفيفة وسطحية كمان بيساعدها انه ما تعود بقى غميقة وجافة. تبنونا بهالعواصف اللي عم نعيشها بهالطقس البارد، قد ايه من السيدة تهتم بحالها وشو لازم تعمل؟ شو بتنصحيها تعمل لما تصير بشرتها توصل هيك اخر الشتاء مطقطقة؟ يعني اكيد الكراميل سبا حلو، مثل ما قلت لك عندنا عدة ماسكات، الايالوريك اسيد كثير مهم، الكولاجين كمان، كل هالتريتمانات فيها تاخذهم. نحن عم نعطي كريمات عم خليهم يحطوهم بالبيت بقى مشان هيك. اهلا وسهلا. شميتي ريحتي كراميل؟ كيف عرفتي؟ شميتي ريحتي الكراميل؟ كيف عرفتي؟ بقى هلا صار فيكي يعني تعمل بيبي كمان تحسسيهم انه شعور بقى من المبنى بديتي على الرقبه ايه نونا كمان ايه وحتى فينا نحط لها على ايديها بس ما انه بدها تقوم بعد شوي اوكي ما خليني طب اذا كان في مشكله مثلا بالبشره الجافه يعني في تصبغات على البشره في تشات يمكن حمر بخفوا مع الماسك الكراميل ولا لا؟ لا التشيط نحن بدنا نعالجهم، هلا هو ببيض شوي بس مش انه اذا كلف عميق وله من الحمل او انه من الشمس كثير مبلقحه، لا هو ما انه لشيل التصبغات، هو ليفتح يوحد اللون بفتحه شوي وبذات الوقت بعدين نحن فينا نعمل بيلينج قبل وفيك تعملي من بعد تنظيف البشره بنعمل تي سي اي او بنعمل الفا كمان كومبلكس كرمال بنشيل التصبغات وهيدا بيجي لاحقا من بعد بس شهر بس هيك بيعطي نضاره يعني للبشره الجافه بيبيض وبيعطيها حيويه. طب في شيء بتعطيه للسيده بعد ما تخلص الماسك على البيت؟ في ارشادات معينه بتفيديها فيهم؟ اكيد اكيد يعني هو قلنا حسب نوع بشرتها دائما من دير ما عين في يكون عندها الجام خصوصا من للعيون للوجه للرقبه حتى للايدين. اوكي باردون عندك للايدين اشياء خصوصي كمان لهالجفاف يلي هلا عم نقطع فيها.
لكن نونا ما خليت الساعه حرام تشيله هلا مش حلوه. حلوه وخليها لحقت وخليها. المره الماضيه كنا عم نعمل حواجب شعرها شعرها عن جد عملتي لها اكيد ورح اجيكم اياها لانه فعلا البيفور وافتر كانوا كثير حلوين. لكن بنشوفها ان شاء الله بالحلقه. اكيد رح نعمل حلقات خصوصي حلقه بيفور وافتر يعني لايف ديمو مش هون لانه بتعرفي هون ما فيك كثير تستحكمي انك تخلصي التاتو. عاملينه بالمركز رح يشوفوا العالم قد في حواجب كانت كثير غامقه وحالتها يعني عندها مشاكل كيف تغيروا بعد جلسه او جلستين. ثانك يو نونا. شكرا لك. بنشوفك ان شاء الله الاسبوع الجاي. فاصل ميرسي. فاصل ومن بعده بنتابع بقيه فقرات ببيروت. خليكم برفقتنا. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. بعد النجاح اللي حققناه بالموسم السابق بوب اب بيرجع بموسمه الجديد. تغطية شاملة للمهرجانات العالمية، مقابلات حصرية وأهم الأحداث على الساحة الفنية. تابعوا كل أخباري على برنامج بوب أب مع أنجيلا على قنوات روتانا وائل جسار نصين زيفون. تابعوني على بوب أب. Hi, this is Guy Manoukian. Hi, I'm Kelly Rutherford. This is Chris Tucker and you're watching Pop Up. This is Aloe Black and you're watching Pop Up. This is Tromaille et vous êtes sur Pop Up. Salut, c'est Ben l'Oncle Soul. What's going on? This is Neo. Hello everyone, this is Ricky Martin and you're watching Pop Up. كارول سميحة عم تحضروني ب بوب اب. نصار رحباني. جاد شوي. نايا. ميشيل قصدي. لذة زائرية. سامي عياش. Keep on popping up. بوب اب الأربعاء الساعة 7 المساء على ال بي سي. Dubai Shopping Festival presents the most acclaimed ballet company in Europe, Ballet de Monte Carlo. Romeo and Juliet by the choreographer Jean-Christophe Maillot. Romeo and Juliet on the 15th, 16th and 17th of January at Medinat Arena, Medinat Jumeirah. Buy your tickets from all Virgin Megastores, virginmegastore.me and medinattheatre.com. Media partner. فيش واحدة جوزتها لما أكون حسيت بيها. طلع نجوز ثلاثة غيري يا بيي. شو فاكر حاله ديك البرية؟ بحس بالأربعة. أنا تضربي لي ليلتي؟ راجل يقدر يحب أربعة. الناس ليها أربعة على الفرازة. كريات أنت بتتقفين على تنصفينك مكان. دول طلعوا واثقين في بعض، أنت إيه اللي حضرك في النص؟ وأنا دموع الستات ما بتهزني. هو قال لك يا أختي إنه حيطلقني؟ يا أختي توكسي زي ما ربنا خلقها على طبيعتها ضعيفة. طب ورحمة أمي تعلم على جدتك بشبشب. شفت أهي فكرتنا. رادة الصغيرة المخترعة السعودية أصغر مخترعة بالعالم. لكل امرأة كلمة سر تفتح للأبواب المغلقة. مجموعة من النساء حدوا من شكك بقدرتهم وخاضوا مجال الجراحة بفن وإتقان. خاصة نحن جراحتنا تعتبر بالميكروسكوب. سر ما بيعرفوا حدا غيرها. فكرتها جديدة وما لها منافس بالسوق. عندما سافرت إلى ماليزيا وجدت ما تبحث عنه. هون أمام العالم بأسره هالنساء رح يكشفوا سر نجاحهم بعربيات. مجموعة فتيات جنوبيات شكلوا كتيبة خاصة ليكشفوا أماكن الأنابل العنقودية. المرأة قادرة على تحقيق نجاح بسوق العمل. عربيات الأحد الساعة 8 المساء على الـ LBC. بنتابع ببيروت ورح نحكي اتيكيت
تحب مع خبيرة الصورة والاتيكيت بيكي كرم، وايضا مع خبير الصورة ما بتحب مع ايمج كونسلتنت. ما هي هيك يعني، بس الياس شطراوي رح يعمل فاشن بوليس. اهلا وسهلا فيكم. ثانك يو. هاي بيكي. هاي، شو اخبارك؟ منيحة كثير منيحة. انت شفناك من الاول وكثير منيح وهايبر و مثل العادة. لكن قبل ما نبدا بمواضيعنا، فريق البرنامج اعد تقرير عن الجولدن جلوبز، خلينا نشوفه ونرجع منبلش. اجتمع ألمع نجوم هوليوود في فندق البيفرلي هيلتون ليلة الأحد للاحتفال بالدورة 72 للجولدن جلوب أوردز. فلاشات المصورين ترقبت مرور المشاهير على السجادة الحمراء، فكان لحضور الزوجين جورج كلوني وأمل علم الدين الوقع الأبرز، خصوصا أنها فقط المرة الثانية التي ترافق فيها أمل زوجها في مناسبة من هذا النوع. وقد قال جورج لأمل من على المسرح: من الرائع أن تجد من تحبه، والأروع أن يحدث ذلك حين تكون قد انتظرته طوال حياتك، أي بعد 53 عاما. وتابع: أمل، لا يمكن أن أكون أكثر فخرا لأنني صرت زوجا لك. من ناحيتها، بدت أمل بكامل أناقتها حيث انتقت ثوبا من ديور ونسقت معه كفين أبيضين وللثوب ذيل طويل، دفع جورج ليعلق: مهمة الليلة ألا أدوس عليه. It's exciting to be here. It's my first time and I'm just soaking it all in and just very proud of the award that my husband is receiving tonight. My husband. I know, it sounds nice, doesn't it? ونتابع في أجواء وصول النجوم، فإيمي آدمز بدت جميلة بثوب مائل إلى الأزرق بكتف واحد، بينما وصلت مقدمتا الحفل معا، وهذه المرة الثالثة التي تسند المهمة لكل من إيمي بولر وتينا في. نجمة فريندز جينيفر أنستون وبطلة هيلب إما ستون لفتتا الأنظار أيضا، وكذلك حدث مع ريز ويذرسبون بإطلالتها البراقة. وتتابع وصول النجوم، منهم آدم ليفاين وبيهاتي برينسلو، أليسون ويليامز، داكوتا جونسون وداين كروجر التي وصلت مع جوشوا جاكسون، وتضامنت مع مجلة شارلي إبدو وحملت لافتة كتب عليها جوسوي شارلي. وأيضا حضرت كيت باكنسيل، كيت هاتسون، كاثرين هيجل، كيتي هولمز وكالي أوزبرن التي اختارت ثوبا من جورج شقرة، كاري واشنطن، لوبيتا نيونغو، نايومي واتس وسلمى حايك، وأيضا روبرت داوني جونيور. وطبعا النجمة التي لا تغيب عن الأضواء جينيفر لوبيز، وقد انتقت ثوبا من زهير مراد وحذاء من جيمي شو، وقيل في إطلالتها إنها كانت الأجمل بين الحاضرات، خصوصا بالنسبة لامرأة تبلغ من العمر 45 عاما. وهذا أمر نناقشه مع خبراء الموضة في بيروت خلال هذا الأسبوع، فترقبونا. هذه كانت جولة والأجواء كيف كانت لجولدن جلوب أوردز. واو، من فيكي ليه؟ انا بجنن. مظبوط، يعني كلنا حبينا اطلالة جيلو اخر شيء مثل ما ختمنا بالبيبوت، يعني لفتت الانظار. يعني عن جد احلى وحده، حتى اتيكيت وايز بيرفكت. هون من ناحيه الاتيكيت هلا اتيكيت ايه شوي فشله، انا حسيتها لا مش شوي اوبن، بس اتس فاين لانه عرفت كيف تسكر افري من بارتوت، يعني كل شيء مسكر، فتحت شوي منه فولجر لدرجه، بس اتس نايس. يعني مش كلهم فتح، بس هلا في غيرهم، هلا بنشوفهم. وامل، انا قلت حتقولي امل علم الدين. امل كاتيكيت كثير حلو، لبسه اسود وابيض انه عم تمشي فيهم، يعني الكولور ديور. بس الجلوفز اللي انا بالاتيكيت مش ضروري ابدا ينحطوا بهيك ايفنت، بهيك ايفنت لانه منه وايت وايت تاي، بس تنعلي على هالموضوع شوي. لا انا حبيت حبيت الجلوفز كستايل كثير حلوين، بس هو كفاشن، يعني فاشن انا برايي صراحه الفاشن حيلا حدا بيكون ستايلش نو يكون عنده اتيكيت، يعني فاشن اتس سبيريت، يعني الواحد بده يكون شوي ترندي ما كثير، يعني انا برايي انه الاتيكيت اهم شيء الواحد بالحياه يكون عنده اتيكيت، بده تاب اتيكيت شنو بالف
بس بقى فيكي كمان. بس بالفاشن ما كثير في اتيكات يعني الجمهور هيك يجو ارتستيك يعني قد ايه بتروحي وايد ارتستيك قد ايه بتخوتي قد ايه لازم تلعب اتيكات. انا برايي انا معك بس تو سيرتن اكسنت يعني لحد معين يعني اكيد هلا على هي راحت عملت اكسنتريك لبس ابيض كلوفز عملت واو افكت يعني فستان اسود بس غير يعني هلا بنشوفه مثل ما انت نحكي انه راحوا اكثر بالستايل دائما بتعملي غبال جوردي مع الفستان يعني فستان بلا جوردي بيكون يعني عن جد دائما فوبا بهيك هيك قبل ما عم تشوف هون النكلس قديش اتس ستيتمنت يعني اوكي الفستان جوتشي واصفر وبجنن وقديه حلو بس قديش كمان كان العقد والمجوهرات هن بيعطوا دائما هيدي التويست يعني بيفرقوا السليبرتي عن الثاني اما الاكترس عن الثانيه شوفي بالنسبه ما نزيدها كمان بالجولري لا ايه ولا ما نزيدها بس هي حطت ون بيس مزبوط وزبط يعني ما انا عايزه تحط حلقاتها حطتهم ستادز اذا ملاحظين وشعرها فيري سمبل يعني ايديها بالصوره قبل بينت انه ما في عليها اشياء سو هلا بدنا نقوله كمان بالاتيكيت وقت تلبس باني ايفنت عندنا اياه للمراه انه دونت اوفر دو ات مش اسواره و ايه يعني وان ستيتمنت كبير يعني هي العقد از انف اها فياخد حقه اصلا ايه مزبوط هذا بلغاري اذا مش صح اي ثينك مو بعرف بعتقد انه ايه وكثير لبسوا قبل حتى بعالم ايه هلا هلا مش لبسوا هلا لانه هلا السنيك هلا كثير درج يعني كل شيء عندي خسوا بالحي هلا الاستخماء يعني ادرج من ادرج شيء يعني بيكون التشين دائما بتحطيه مش بمحل واحد بيكون فيك تعليها بتعليها وبتوطيها يعني مو في ماجنتيك ايه بتتحكمي فيها فيك تعليها على رقبتك توطيها فيك تحطيها اثنين هيك بغلال هيدا الحلو فيها يعني لا هلا ذا ليتست تراند كيف شيء خسوا بالاستخماء اوكي ارجع خلينا نرجع على الصوره اول وحده اللي شفناها مع فستان ايه اوكي هلا بس بدي احكي على الشيء قلت انت انه كثير حلو انه نكون نحن ستايلش مزبوط ومش حلو الاتيكيت نكون هيك لا حلو الاتيكيت بس انه ما نكون ستايلش احلى طب انا بقول الخمس صور كلهم ستايلش مزبوط وكلهم لاحقين اتيكيت بتحس في بس وان في شخص بس انه عملها اوفر ايه ذا فيرست لبسه ابيض ليش حسيناها لو كان هون ابيض لانه فتحته من جوانب كمان اكزاكتلي يعني الستايل تبعها كان اوفر ما بنقول انه مش حلو ما عم نحكي اذا حلو او مش لا مش حلو انا معك انا توتلي اجري لانه اكيد ما انا حلو الفستان بس كل هوديك لحقوا وعملوا ستايل تبعهم باللون الاحمر على الريد كاربت يعني مش هين واحد يلبسه لبسوه والاصفر انه كلر كمان صعبه واحد يلبسه في الوان معينه على الريد كاربت بتنلبس أه لا بس بشيء بحبوا انه اكثر شيء ما في اتيكيت الموضوع بس بيقولوا انه احسن مش ما نلبس احمر على الاحمر بس عرفتي بس تيعمل بس كثير حلو الافكت بس كثير حلو لا دي صوره منقه مين اللي لابسه لبسه احمر في شيء ست لبسه احمر بس بس كانوا وين بجننوا لا فيري نايس بس انا كنت صورت وارجع علق ستايلش اي ثينك من فيرساتشي يمكن اول ايه مضبوط ايه مضبوط ومثل ما انت كنت عم تحكي قبل ساشا عن الجولري اذا بتلاحظي كمان ما في شيء عم بيضوي انا عندك يا بريسلت يا بريسلت يا عقدك انه يا سو هذا كثير مهم شو حبيت؟ كثير حبيت الجولي تبع نيفين اليوم نيفين يعني اليوم نيفين لابسه دايما من عند رموز يعني رموز اكيد ما نقول له ثانك يو ايه اليوم نيفين جيخة بنكفي كمان بالصور هون هون عم نشوف كمان انه نحن اكثر شوي اخذوا شوي الستايلش يعني الادجي يعني اكثر شيء راحوا هلا اول لوك هو ناتيسو رودريغيز انا صراحه وان اوف ماي فيفورتس يعني العالم بيركي كثير لقوه عادي بس انا هلا تروحي كروبتها بترجع بتحطي فوقه بليزر انا كثير بحب كثير بحبز يعني ومثل ما قالت كمان فيكي الستيتمنت كان العقد يعني قد ايه العقد هلا بعد شوي حنشوف كلوز اب عليه قد ايه كسر كل الاوتفيت ليكي شو حلو هالقد حلو انه وانت كلك بلاك بتحطي هالقد عقد رويال بس بعد شوي اذا بدكم فينا نصير نشوف الموديل اللي عم تقطع لما لنربح وقت يعني عامل لوكس كمان كانه ريد كاربت لوك مع هادي كاترا اوكي مع السؤال بدك فينا بس لنشوف اذا الموديل جاهزه هي جاهزه هي جاهزه هلا فيكي ما بعرف البانت فينا بالريد كاربت ايه هيدي المودرن اتيكيت يعني ما بيطلع ما وقت الريد كاربت بتحسي دائما انه تران وهيك ايه هلا هو احسن ومحبس اكثر تلبسي فستان طويل هلا ما دور يكون طويل فيك تلبسي قصير للركبه بس ما لازم انه احلى يكون طويل تعطي
إليجنت أكثر. بس هلا النيو ترند هي اتيكيت بتتغير مع الوقت، انه مثل ما هو حب، انه صايره العالم عم بتحب يلبسوا بنطلون ويلبسوا، او مثل رابع صوره يعني بنشوف بنرجع بنشوف. ليش طلبت تشوف الموديل رادي بنشوفها بنعلق عليها؟ هيك وبنكمل شوي. شو استوحيت اكثر؟ مش استوحيت، انه بنروح الايفنمون فينا انه عم نشوف انه كيف كمان فينا من عند لوكال ديزاينرز عند ليبانيز ديزاينرز نقدر نقرب شوي على ريد كاربت لوك عملت. هلا هيدي السنة كثير عم تشوف بايات، يعني هيدي السنة هي موسم البايات، كل شيء بايتي، كل شيء الكتريك فابريك، كل شيء عم بلمع شاينينج كثير دارج، اوكي؟ ودائما هلا كمان عم نشوفها اكثر شيء هي الفتحة تبع الجنب. يعني قد ما هيدي الفتحة هيدي السنة تبع الجنب من قد شيء هلا حطيت لها الفخيخ انه حنقول انه الفير دائما بيبقى بحال قبل ما فيك تكسري بفير لتخففي من الشايننج تبع الدراس، يعني كثير عم بدوب تكسيبي شيء فير. ونقيت كمان جوري كمان من عند رموز، هول بيور دايموند مشغولين هاند ميد، لقلك انه مع هيك فستان فيك تحطي ستيتمنت نكلس بيحمل، يعني بيحمل بس ما حطينا ولا بريسلت ولا رينج بايدها، بس لانه حلو شيء شاينينج. يعني هلا بعد شوي حنشوف كذا لوك على السيلبرتيز والاكسس. ما بيصيروا الياس كثير انه الفستان كثير عم بضوي والدايموند اكيد جوا وعلى الضو ببين. ما هيك بتعملي غفال، يعني هيك 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 بتلحق الفستان. في ناس يمكن بتلاقي انه لا بروح سوفت سمبل، بس هو لا ما فينا يو كان ما فيك كثير تكوني سمبل على ريد كاربت سبيشلي على الجولدن جلوب اوورد، يعني تكوني حتى حلقه هلا بقى لا حلو دائما تكسي مثل ما شفنا هيدا النكلس. يعني جربت قلب المكينه عليه ما ضروري ما ضروري نحط هون، وما فيك تحطي ولا جلوفز ولا رينجز ولا بريسلت، بس نعبي بمنطقه ال يعني بس لانه هو سترابلس صدر فازي مجبورين كنا نعبيه بديامون لانه اتس ريد كاربت مجبوره تحطي جولي، ما فيك تحطي اكسسوار ولا شيء، وسبيشلي انه هول معمولين هاند ميد عند رموز، ما فيك. ونقيت من عند هذه كات الفستان لانه ما فيك تقللي من قيمه المناسبه، انه كاتيكات وايز اما كامج كونسلتنسي يعني مجبوره تعرفي وين تعرفي وين تعرفي وما كثير نقلل 100% بين البساطه وي دونت كير او لا ما في لا ما فينا سبيشلي كثير عندك فاشن كريتكس ومره بيجي على الكالندر بالسنه، يعني هذا كان ما فينا نمزح فيه صح بقدرت وانا اكسبشلي هذا الفستان لانه رجعت قلت الطيات كثير بيرجي، كل شيء الكتريك فابريك بيرجي، كل شيء ذا شاينز بيرجي. ثانك يو صوفيا. بقول لها كمان ماشي لمود ايجنسي كل مره بيعطونا بنات بجننوا، وهون عم تشوف البو من ورا هلا كثير رجع بيرجي النو من ورا مع الفي على الظهر، الفي هيك مكشوف شوي الظهر. يعني كنا عم نشوف الصوره بالنسبه للسيلبرتيز بست لوك يمكن بالنسبه لألو. انا هون اكيد اكيد باي فار جي لو كمان، وبس كمان كلوني كمان حبيتها ايه فيري نايس. هي يعني فينا نقول في كونتراست بينها وبين جيلو، انه وحده فيري كلاسيك، وحده ملبسها ديزاين لبناني وحده هي شوي مع طاس بس هي فيري كلاسيك كلاسيك يعني، وبتحس الاليغونس فيها دغري مثل ما كلكم حبيتوا. هي لانه اللوك كله واللون والبرسوناليتي تبعها يعني ساعدتها اكثر، لانه شيز ان ارتست. بس الياس هو كا جولدن كا هيدا الايفنت المفروض مثل جيلو او امل علام الدين، انا مثل اثنين. كيف بتحس انه المناسب اكثر؟ اذا بس تخطي شوي قيمه كونسلتنسي مع يعني اتيكات يعني بحس انه اكثر ستايل بس اكثر كاركتر، يعني مثل ما قالت يعني امل ما بلاقيها انه اذا قلبتيهم مضبوط 100% ما فيك انه وحده لوير وحده شيز شو جيرل، يعني بده يعرف كل حدا يعني بيكافي الكاركتر تبعها. حتى اكزاكتلي حتى الشعر كمان بيلعب دور، ما يكون كثير سمبل، لانه بنعرف كمان الاجانب بحبوا السمبلسيتي حتى بالشعر. بس تعمليه سمبل حتى اذا بدك تعملي بدك تعطي اهميه لفستانك، ليش بدك تعملي شعرك اوفر اذا انت بدك تفرجي فستانك وراحه جايبتيه صح؟ مزبوط. وبدك تنبسطي وانه عرفتي مثل باغ اكزومبل جيلو منا عامله شيء عملته عادي بس عامله فوليوم بس انه منا رفعته وهذا الشعر شفناها بالريبورت اوزبورن كالي اوزبورن. اي مزبوط. باغ اكزومبل شعرها ملون بس لابسه فستان فيري ديسنت لحد انه ما مبين شعرها ما اثر هل بدي اقوله يعني. اوكي كفي مع الصور ومنعلق عليهم لبين ما اوكي هون عم جاتك العقد هيدي لفيكي اه لا هون شو فيك تروحي هول هول بس لبسوا احمر على الريد كاربت ذي ور نومينيتد از كمان بست دريس، يعني عم شوف كاتن ديتا جونز عم شوف انه هلا وقت تعملي كونتراست. اكثر وحده انا حبيتها صراحه فيولا، لان ليه؟ لانه هي بلاك شيز بلاك عامله كونتراست كثير قوي، يعني شوفي لبق لها الكالر اكثر. ايه بلاك كالر وكل شيء احمر، يعني الدريس تبعها وريد ايه بس مش بس هيك، حتى بتشوف يعني كاثرينا زيتا جونز من كل اللي بقلها. ايه لا هولي بس انه لقينا ذا فور بيست لوكس ذا ريد لوكس كانوا على هلا كان نقول كاتيكيت نوت تو احمر على احمر بس كرمال يبين كونتراست، عرفتوا انه بس حتى ما يبين بس كجمال وكستايل انا ما حلوين. لا هيدي كثير بتجنن ليكسي فيرساتشي دريس كثير كوبشي غان مفتوح شوي من تحت ومنه اوزي كثير يعني ابدا منه اوزي اصلا عم نشوفهم كلهم منه اتيكيت احسن وحده. هيلين
بترجع بعدين تاكوين بعدين فيولا عمرها 70 بلس كمان قد ايه حلو قد ايه ديسنت قد ايه ارتب هلا هيدا بنحكي اتيكيت بعدين اخر شيء هيدي كروم ايه اصلا كثير دارج هيدا السنه كمان نلبس شولدرز يعني هيدي كروم كثير دارج كمان ولا من هيك لا لا الكمام كثير دارج هيدا السنه الكمام يعني تيبيكلي مثل ما عم بشوف برنسس مضبوط ما هلا دارج كثير عم نرجع على على الريترو على الفنتج 60 70 يعني عم تشوف كمان هون اتراد دريس كمان قد ايه مهضوم هلا هيدا هي شوي مدخله شيك عم بيلمع شوي بس حلو فيه مش عم ببين مش لابسه لا لا مش لابسه بس لابسه بريست كثير كبيره وثريدنج هي كان بدي اقوله وقتها عم تقطع الموديل انه اذا بدك يو كان اوب فور ا بيج بريسلت محل ال دفلتي محل النكلس اذا شيء لانه حسيتي بيت انت قوي ما بدي اياك تلبسي البريسلت محل النكلس هيدا انت جبت ورث دريس انا يا عين عليك انا حسيت قد ايه جبت بس دريس قد ايه حرام شيء انه قد ايه البلت غلط ديستوركت ديسلوكيتد كاجوال يعني ما حسيت لشيء هلا انا بحترم البلت ايه وقد ايه بحب البلت وقد ايه بنصح فيه بس دفنتلي مش على قد ما بعرف ما نحكي عن البلت شيء غلط بس هيدا البلت نقيته لا لونه هي ما بيلبق لانه شيز نوت تول منها طويله يعني ما بيسمح لها البلت كثير بيقصر من الجسم انليس انت كثير طويله ونقيتي يعني بلت بزيت التوناليتي قد ايه انت بكيف فيكي بقى هيدا نقيتها از ورست انه ون اوف ذا ورست حتى البلت مثلا ما عليه شك ممكن بيكون شوي لابس ابدا 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 ما له علاقه ابدا بال اي ثينك انه جربت تعمل تكسر بالاحمر مع الكاربت واحمر فستانه انه لابسه بيج بلكي كان هيدا البوينت تبعها بس قالوا قد ايه زبط ما زبط ابدا يعني لازم شوي يعمل لها خصر او هيك يبين جسمها متناسق لا لا ابدا لا لا هو بده غيره بكي ميديك واحد ارفع بكثير واكثر جولد يعني كمان عم نرجع نقول ما كانت موفقه ابدا ابدا كان لازم باختيارها اوكي ايه ما دقت لي غريب هون عم تشوف يلو جوتشي دريس قد ايه حلو كثير حلو قديش حلو الاخضر يعني قد ايه حلو دريس قد ايه الكلتش هو الكلتش ايه معه فيري نايس كثير حلو هيدا كونتراست الالوان يعني كان بجنن يعني هيدا اتستيمنت على ريد كاربت يعني بتقطع سفره بدي يكون عندك جرأة جاتس يعني صح. يمكن انه قد ايه بدي يكون شجاع على تقدر تمشي باصفر على ريد كارفت لانه الماينر ديتيل ببين كل الاتيكيت بنرجع تلسه الالوان يعني ما يكون لون كثير فاقع لا يعني ما في مشكله بالكولاغ الفاقعه ابدا وقتها بتكوني بجالا دينر يعني بلاك تاي ما في مشكله بس بدك تعرفي كيف تلبسي ايه. يعني الشوز تبعك والساك بدي يكونوا هودي فايتين مع بعضهم عرفتي؟ مزبوط يعني لا انه بالاتيكيت ما فيها شيء شو هون لازم يكون نفس لون لا 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 بجنن لا ما بدك تكون نيود نيود كولر اور سمثينغ فيها تكون اوكي ممكن تكون حتى سيلفر كمان ايه هون عم تشوف هيدا ذا رويال هيدا ذا 60s هيدا انا انا لإلي من احلى فساتين شايف برنسس كات في الفستان مزبوط مثل اعراس يعني وسبشلي جبته لانه كمان في كذا ترند دارج في هذا الفستان اول شيء كثير دارج اذا لبسه كثير بايت حتى شولدرز هون قلنا دارج الكمام كمان كثير دارج قلت انا هذيك مره نشيل الكمام يعني حتى وقت هلا صرت عم تلاقي فيست بلا كمام عم تشوفي مونتو بلا كمام هلا كثير دارج اتس ايذر تشيلي الكمام اما بتحطي كمام اذا بس تعملي كونتراست فيهم وبس الحلو هون التورتل نايك يعني شفناها عند ديوغ شفناها عند الالفي شفنا هيدي السنه كثير دارج حتى بالاوت كوتير تكون القبه كثير عاليه بس هون ينفع على القبه مجبوره شوي تشيل الكمام لشوي تعطي ذا اي لاين شيء وتعلي الشعر كمان شوي مثل ما أكيد. هي عامله لو وقت مضبوط وتحط حلق ليك الحلق انا برايي كانت شي واز شيز ون اوف ذا بيرفكت لوكس على بيرفكت يعني انا اذا بتشوفيها اصلا انت اذا بتشوفيها شو بتحسي؟ يعني ليتس سي هي كمان تقريبا زيت حطيتها بس عم شوف قد ايه هي احلى من هيك كثير رويال هيدا الافيه اللي بنحب نعمله بالاتيكيت كيف ما تقطع تعطي هي الرويال افكت بفستان هيك او فستان سمبل مزبوط رجعنا كمان ستايلر ايفن الحلقة كثير ناعمين يعني ايه كمان حطيتهم فينتج بس ما فيك تحطي طويل لانه قراب او انه اكبر مثلا تنزع اللون كثير حلو ايه هلا ذا بلو هلا كثير شفناها بالبري فول 2015 ذا بلو كولر هلا بلو بلاك از باك ايفن لبدلات الرجال كمان ايه ما هلا كمان حاطين رجال بعد شوي انه ذا بلو هلا كثير دعم كومباك تفضلي لا لا ما بدي نسال على الرجال وانا عم حط هيدا دريس انه ذا فابريك ذا الكتريك فابريك هي اللي دارجه كمان كثير عم بقول كل شيء شاينينج حلو هيك جريء اللون القماش كمان انا لما حلا كنت حطيت صراحه كنت حطيت هيدا السيخوان ذا نكلس بينزل هيك مثل وان تشين يعني هيدا لو لعبت ايه انا بو مو كثير حسيتها انا لإلي كثير حسيتها انا يمكن ايه منا عايزه يعني اوكي قبل ما نتابع بالصور بنشوف الموديل كمان صار تادي بنعلق على لبسته اوكي شيز ريدي اها هون بعد شوي كمان لانه سويس توحيناها من كيرا نايتي لسه كانت فستان شانيل
هلا اكيد هيدا سنه عم تشوف رابلز، كنا عشان هلا مع المركزه فينا نحطهم، كنا نشوفهم بالعرض اما فينا نشوف بالطول. هيدا السنه اللايرز كثير دارجه، يعني كل شيء تعمل لايرنج اتس ون اوف ذا ليتست ترند على ذا كاربت. فنقيت هيدا الفستان كمان لانه غير انه سي ثرو في كذا لايرنج، الفوق طريقه الشك تبعه كمان بايتي كثير دارجه، وحبيت اقول انه كمان هيدا هو اللي عم تشوف تبع كيرا نايتلي. هلا هيدا فستان شانيل 34015. الحلو بس بهيدا الفستان كمان جبته لانه لاقول مع هيك فستان ما بتحط الجوري ولا ما تقيبن ولا حتى ولا بريسلت يعني. ولا رينج صراحه، لانه اتس دراماتيك ناك، يعني كل شيء عالي لفوق بسموه دراماتيك ناك لاين، ما بيحمل صراحه هيك فستان ولا حتى بريسلت لانه كثير شاينينج فروم هيد تو تو، ما فيك تحطي معه جوري. يعني هيدا الحلو ان كان باتيكيت اما بستايل مش ضروري، ما فيك بدي يكون شوي مينيماليستيك، يعني ما بقدر شيء سوبر اوفر، يعني ذا مور ايفن الكلاتش يمكن بقى نحمله مع الدراس لازم يكون سمبل صح، ما كثير ما لازم يكون ما يكون شو ابدا، ما يكون ابدا ما يكون جريتري ولا شيء، يعني يكون فيري بلين. وانا دائما حاطط لها بليزر من فوق لانه كثير دارج هلا تكسيد وبليزر، يعني عملنا شوي غبال على النرسيس والبيجات شفناه ذا لوك قبل يور تاتش ماي تاتش هي اللي بحبها صراحه ولا وهيدا حسيت هيدا كان ايزلي بي ريد كاربت دراس كمان عند هذه كترة لانه باي ديفاكت انه انا هلا كثير عم حب كل شيء طالع كثير دارج هيدا السنه الليرنج، يعني بتشوفي قصص طالعه من الفستان ات كان بي ايزلي كمان فينا نشوفه على ريد كاربت سبيشلي مع الفايتي لانه الفايت هلا از ذا ليتست ترند، عم نشوف بسموها فيش نت من تحت، يعني مثل شبكه سمك انه يو كان سي ثرو ات، وفيها كثير باتش ورك حلو والبايات كمان. ايه اوكي هيدا بالنسبه للوك، بنتابع كمان بالصور ومنعلق على السليبرتيز. هون كمان كنا عم نحكي ستايل ستايل وايز، فيكي كمان تفوتي اتيكيت اذا بدي هيدا اسف فيرساتشي فليفول كمان دراس عم تشوفه، عم تشوف انه على سيت الليرنج وعلى الدراماتيك ناك بتشوفي هلا كثير كمان دارج، تشوفي قبل مسكره لفوق اوكي بس كده فوق شوي لازم تكون شوي مستعمله بس هنلون شفاف القماش هولي انا ما حبيت صراحه هولي كارثة مش كده بس اتيكيت وايز ستيل رايت ما في عم نشتري بالاتيكيت بالعمر على اليمين ايه هلا انه انا بحكي هلا ذوقي بيرسونال انه كان لو طولت الفستان اكثر شوي على اليمين ما عم بحكي على اللون بس عم بحكي كجاي برنسس كوت صح هون او بوت كوت شو بنسميه هون كثير حلو اوكي اتيكيت بس ما عم بحكي على الفستان هو عم بحكي على الموديل إيه. وثاني فستان كمان اتفتس الاتيكيت يعني لانه سمبل إيه. عارفه سكسي وعارفه كثير بكبر بالعمر انه انت على الخارطه بتلبسي هالقد جوتيك دراماتيك بتلبسي هالقد غامق اتس يعني انا مثلا اوكي لو حتى عقد كثير كبير كثير كبير عم اتس شاينينج لحاله بتفهمي وحتى الناس اللي بتكون اطول الفستان لا عم نحكي عن هي عم نحكي تبع اليمين لا هلا كثير هلا دارج انا بالعكس طول الفستان ما عندي ابدا مشكله كثير دارج تي لينث يعني دارج هلا كثير يكون بين الانكل ايه طول الفستان هلا مش غلط اتس ترند هلا بس شو في بروفيل هو نازل اكثر على الترند بروفيل حلو بس انا اكثر يعني عم شوف الفستان ثاني انه لك هالقد اسود بس ما بعرف الياس اذا بيحمل بيحمل جوري لا عم نحكي عن الاسود ايه عن الاسود هو اللي كنت عم تقول عنه انه بيحمل بده جوري كثير قوي لانه كثير قوي ليعطي شوي ليعطي ليعطي انه لتبي نوتس يعني يعني جوري مثل ما انا مثل انت جوري مثل ما انا مثل ما انا مش حاطه رينج او مثل ما شوي لا بس مش كل الحلقه هيك انا اليوم لوك ات مي لا 100% لا اصلا مشهوره اني بين قديه بتحازن دايموند يعني عم يجيبي لك اكسسوارات بقول لك لا انه اذا اتس نوت ريل دايموند يعني في ما انه هاند ميد سوري يعني ما معلش يعني بس كيفين كلنا عنا يعني بس انه اوكي بتاعت الهم تروح ذهب تروح على البيت هلا انا بتخيل هيدا الدرس على ساشا بيطلع بعقد لانه لون الموف لانه قصدك حلق ساشا على الدرس كمان لا لانه لون الموف كثير بينبقى لانه الحلق هي لازم تحكيها اصلا تاخذ ال ايه ما هي بفتكر اكيد شي واز انفايت يعني دقيت له كثير قالت ياس كثير حبيت مره شو لبست ساشا قلت لها جو فور ات ما تفكري فيها مرتين لا يعني اتس اميزنج دريس صراحه نايس دريس يعني ما عنده شيء لنقوله حتى هي حطيت خاتم صح على 100% حتى خاتم ستون جولد لا لا حتى لا حتى بيربل ستون كانت لا حطيت القلب حطيت ستون فيها لونها بيربل مثل لون فستان لا بس اليوم يعني كنت عم بتقول انه كثير عجبك كل الازياء من 2014 مزبوط ما بتنسى شيء نيفين هلا ماشي الحال بعدك على لا لا انا لوبيتا شيز ون اوف ماي فاشن دائما يعني سبيشلي اكيد حتحبها فيكي لان دائما على قد الاتيكات على البكله مش لابل جو اوفر ولا بلجر
ابدا ابدا مش معقول شو لوبيتا حتى البريسيت ولا مبين لا 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 عندها تفاصيل هيك ذا فيري يوروبيان مودرن مينيماليستيك يعني لوبيتا عن جد كل العالم بيدروها بتنقيهم الكاتس والكالرز مش معقول الكالرز كثير لبقت لها مع انه كثير صعبه يعني صعبه هي تلاقي شيء كمان انه بين انه بلاك مش كل الالوان بتلبق لك يعني يو كانت جو ما فيك كثير تروح على كل الالوان بس هي دائما بتنقيهم احمر كان زبط يلو انا برايي كان طلع بالي لبس لا احمر كثير بلبق لها بس تحسي يلو اتوفا بين يعني كان كثير عامل كونتراست قوي انا اي وودنت هاف سين هير ان يلو انه البيرب هيدا اللون بعقل لانه كسرته لو هو من فوق لتحت كان بخوف كان لمقة كان طلع عميه مزبوط بس اصلا انا كل هو اللي ما بيعجبوني بس بيعجبني شو محضر لنا انت فخلينا نشوف الموديل الثاني راح يطلع كل يوم بدنا نجيب لك هيدا دايموند نكلس لازم هذه كانت مرة الجاي الخميس الجاي هون نقيت نقيت هيدا الفلور برنت مش فلور برنت يعني فلور امبرودريز لك شو لانه قديم بتستعمل قصص فيري كلاسيك فيري كلاسيك كثير شفنا هيدا اللون جولد يعني يات مثل باستيل ذا باستيل جولد حطينا معه سيمبلي بريسلت يعني ولا حلق ولا عقد ولا شيء بس كمان هيدي بريسلت اذا من كلو من شوي بنركز على تفاصيلها فيها دايموند وفيها جولد يعني كثير كانه معموله لهيدا الدرس صراحه اتسرات كارب دريس هلا كثير مشغول بطريقه عن هذه لانه عم بتشوفي كل ورده مشغوله لحالها ما تفكر القماشه بتشتريها هيك خالصه لا بيكون هي بس الشكل تطريز كله تطريز مفرزه مفرزه سوا يعني هيدي اذا عندك ايفنت بدك تروحي عليه ومش عارفه اي فستان بدك تكوني على الاتيكيت وذا بيرفكت دريس مع عن جد صراحه مع من اللون والكوت يعني اوكي اذا الكلاتش شو المفروض يكون هيدي الكلاتش كمان اي وود جو جولد اكزاكتلي زيت الفلات يعني اصلا اكيد الديزاينر بيكون عنده ساك فيه حط لك عليها زيت القماش مضبوط تاخذي له اياه حتى مضبوط بتضلك عليه زيت الورده يعني هو بقول احلى شيء يكون زيتها سو هيدا الدرس اذا لبس ابدا ما رح نطلع مش يعني لا لا ابدا ابدا التعليق علينا ايه سيف سايد هيدا وبيلبق لكذا لون يعني هلا عم تشوف صوفيا شقرة عيونها خضر بس كمان بيلبق لبنت كمان سامرة كمان بيلبق لمين ما كان وكمان كانت لعبة بعد احلى من صوفيا على نيفين اونستلي ولا لانه نيفين اكثر فيها طول مش طول يعني شقرة عم تفهم علي لا ما عم تفهم بحكي عربي لا ما عم تفهم شيء اوكي طبعا انت احلى من نيفين بدك عم بم لا اللون كثير حلو وبحس بيزبط باي موسم كمان اذا هلا اكثر اكثر لون شوي شتوي لانه بصيفيه انا دائما بحب فلاشي كولرز يعني بالشتوية بس بحب الجولد اوكي مع البرونز هذا جولد باستيل اتس نوت جولد جولد بيور جولد يمكن بس بالصيفيه بيزبط كمان اذا انت بهوزي بيوت اذا لمره شوي باهت يعني هيك كنا رحنا على الجولد الاكثر فلاشي يعني كنا نقينا بس ما تنسى العمر ايه هلا بعد ولد ليتس سي لا انه مره اذا حدا ما عم تجوز بنتها فيها تلبس ام العروس هيك بيروح كمان ايزلي لا ايزلي ما ايزلي في عمر دفنتلي اوكي كمان برجع جريت هيدا اللوك لكي للبريسلت كمان يعني شوي عم نلعب يعني بس حطينا قبه عاليه ما حطينا جولي حطينا هيك بريسلت في شك ليكي على الضوء بلمع بتحطي مثلا بتحطي بس بريسلت بالايد كمان برجع بذكر رموز لانه هن بيعملون فيما يعني شيء يعني يعني بتوصيها مش موجود يعني مش كوميرشال يعني ون بيس از يونيك ما في واحد بتنشغل حسب الدراس حسب كانه كانه قصص كتير يعني بيرسمها قدامك بيرجع بيقول لك ستونز بفرجيك اياهم يعني هالقد الجوردي يو كان جو بتقربي كثير فيها على يعني دائما بكمل اوت كوتشير بكمل الفاشن لانه فيها تكون بس تكون جولي شغمجيغ احلى بكثير انه تشتري ايتم مش اي جولي انت بدك تعملها لك مضبوط يعني بتكون فيري كاستمايز مضبوط ما حدا غيرك لبسها يعني. يونيك يعني بنتابع بالصور بنكفي يا هي لوبيتا لوبيتا نيونغو بعدها هون كمان رجعت شفت انه شفت نقيت زيت الفستان تبع المنكا هيدا زيت الفستان تبع الفستان بس بيشبه ستيل داني اطرش مضبوط 100% عنده كان سنة الماضي مضبوط بالسمر كولكشن شيء كثير بيشبهه عن جد كثير ريسبكت لنيفين عن جد بحب بس شو بتعرف شيء وغيرونه اتس فيرساتشي دريس ولا اوكي والحلو فيه البلت ايه بعدهم هي البلت احلى بكثير من هذيك البلت على الفستان الاحمر شفنا وزيتها كمان عند مونيك ريليه كمان قبل كل شيء هيك اتس رويال اتس ان اي لاين رويال دريس وكنا عم نشوف انه بس بتروحي بليرينج مثلا شفنا زيت الليرينج تقريبا هلا على الموديل على صوفيا بس محطوطين الورود بذهبي عم نشوف زيت لبناني بهيدا الفستان بس رحت يو وانت ريد يعني كثير حلو بيعمل كثير فال حلو على ريد كاربت قد ايه مفتوحه البينك يعني كثير دارجه وحاطط بس مع ايرينجز يعني هون اتيكيت لما نقول شيء انا بس بعلق على اللون
انت كايمج كونسلتنت بلكي كنت نقيت غير لون شوي لانه هي باي فيل بس الاحمر ساعدها بس بلكي كنت اخذت غير شيء بس كاتيكيت هون ما في اقول شيء يعني مضبوط كان لازم تحط شيء كوليي لانه ما في هلأ فيكي تحطيها بس فيكي ما تحطي عم تعطي افي اكثر لل كوليي دائما وانس يو جو سترابلس كوليي بيطلع احلى بس حتى بس كون لابسه في لاين في ناك يا بده يكون كوليه كثير واطي اللي واسع عيالها انه اذا قطعت الكوليه بنصها حتطلع غلط يعني حتطلع بس انه نط او يمكن بنحط حلقه كبيره او حتى حلقه ستيتمنت ايرنجز واسين يمكن لكتافها او بريسلت او بس النكلس اذا مش واصل للاخر بيطلع شوي ما حلو بيزبط. ايه او بيزبط اكثر مع سترابلس كات يعني هون عم شوف قديك عم شوف قدي درجه الشايني دريسز طيات يعني عم شوف تيتيتهم تيتيتهم لابسين طيات يعني هلا انا ماي فيفورت طيات مع فتحه يعني عن جد اذا بنعمل رابيل لاول دراسه ولبسته المنكان كثير قربنا على اول لوك اي على اول لوك اكزاكت وحتى بالحلقه الماضيه كنا عم نحكي عن الفساتين العرس كمان الاكثريه فيهم فتحه وقليل ما بنشوف عروس عن جد اي كثير دارج هذا السنه كثير دارج شو الافضل انا احلى شيء الي هو على اليمين بلا شفت مش معقول شو حلو يعني لانه على جسمها كمان ايه عن جد يعني بس بيقولوا تبع الكوكاكولا هيك ايه كوكاكولا بدك بس كثير ايه كثير حلو ليك الكلاتش بعقد لانه غير لون والبريسلت كانت بتجنن ايه نو انا بومو انا لإلي احلى وحده هي على ال يعني كلهم كثير حلوين بساتينون ما في عندنا مشكله عم جرب حلل بالاتيكيت كويس انا بس بركي كنت فستان على اليمين كنت حسبته اكثر مورنينج ايفنت لنهار بالصبح اكثر من بالليل من الالوين بركي كثير مع كل هالقد عم بيلمع؟ بتعرف مش مبين بركي كثير علي لانه هلا عم بيلمع كله طيارة انا كنت اول مره بس غير الشوز اونستلي بس الشوز لان طالع كثير صيفي ما بركي مش هيك عرفت يعني مش معاتي بس هوديك الفساتين بيزبطوا بيرفكتلي بالليل وهيدا بيرفكت دريس اوكي اوكي بنتابع هون كنت عم شوف وايد كنت عم شوف كنا عم شوف بلانجينج فينك قد ايه درجه وكنا عم شوف هون مش كثير وايد لا مش كثير واضحين هن كثير هول اكثر جايين على جولد بس باستيل يعني مثل كيف لبستهم صوفيا بس هون اكيد هون ثلاثتهم انا صراحه ما حبيتهم ثلاثتهم بس درس كثير وحده ثلاثتهم من ما خصهم بالاتيكيت لانه كثير كثير اوزي وكثير هون لي ترونسبارون كله على جنب؟ لا 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 جولد جولد بايتي اوكي دونك ما في مشكله وفستان الطول عادي ما عندي مشكله اول واحد اتيكيت باول واحد بس بالنص واللي على جنب ابدا اصلا بالنص على صدرك كمان على المنطقه حتى من ورا كله اوبن يعني ما بيزبط ابدا هو فيكي اجمالا دائما فستان المفتح شو ما كان ظهرنا على الاتيكيت ايه شو ما كان حتى اذا كانت مناسبه اتليست حتى فوق الجاكيت ديسنت جاكيت يعني بدك تكوني انت ريسبكتبل وبتكوني ما بدك تزعجي حدا طالما بتكوني زعجتي شخص بركي بهند زعجت البنات يعني الصبيان اكيد ما انزعجوا ايه اوكي ما انزعجوا اوكي شيء اترق يعني هي جذبت الرجال بغير طريقه هلا ما حتلحق تحكي معهم على كيف بتشوف نفسيتها وهيك بس انه اتليست بدنا نحكي لا نحن مع انه قد ما يفتحوا قد ما احلى بس شعراتهم بيرفكت يعني شعراتهم حتى بيت اللوك صراحه قربت اللوك بس ما في ابدا يعني حتى يمكن حلق منا حاطه لكن منا عايزه حلق كثير صغير منا عايزه لانه لا شي كبد ابيض او بلانسال و كان مبين شيء حتى الفستان حسيت الفستان مش مشغول على جسمه مزبوط مش يعني جابت. مش كانه إلها ولبسته هو فيري وينج رايت مزبوط من كفي تابع الصور مزبوط مزبوط هيك هون جايلو ما فينا ما رجع نقطعها شيز رو يعني شيز شو مزبوط هلا انتم قلتوا كمان مفتوح شوي اوكي فيها تسكروا فيك نحن لتسيز نحن جبنا هالفستان بتحطي هون اذا بدك الثاني شوي بعد الخشيه بلا انا بالبقلي السبب اكيد وبس بيزبط بس على الفتحه هيك اتس فاين لها يعني بحكي لا بتجنن بتجنن انه بس ما ننسى اذا عم نحكي بيوري بيوري اتيكيت انه بنخبي شوي اكثر على الصدر طبعا يعني مصمم الازياء العالي زهير بلاد واو شباب ابدع لا دائما جبنا على الكاربت يعني دائما على الكاربت ولا ممكن ولا ريد كاربت شفني ما شفنا الا ما يلفت الانظار ما شفنا الي سعر ما شفنا جورج حبيقه جورج شقره داني اطرش هي بدها تلبو زهير مراد لا بلا شيز نون يعني اوكي لنتابع بالمودلز بعد عنا عن جد مفتخر عن جد بالمصممين العرب الاعداد واللبنيه هلا عم نشوف المنكان تبعنا عم نشوف طيات عم نشوف نقيت لها هيدا النكلس لانه كثير مقرب على البلانجينج بينك يعني الفي تبعها شوي عالي لفوق حاطين له ديس ريد نكلس لانه كثير دقيق لتحت لو اعلى شوي ما كان لبق معها وحطينا بس رينج معها بس هون لا بقول هون اسئله اباوت بايات انه البايات كيف كمان فيك تخبيه لانه كثير شفنا ريد على ريد كاربت وكثير شفنا الفوشيا بقى نقيت هذا الدرس لقلك انه انسبايرد باي ذا جولدن جلوب اوورد يعني
بس هون الجولري لانه انا اخذتهم ما كنت حتحط هلا احمر اكيد لا 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 اكيد جد لا 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 اكيد لا انه فيهم احمر هون ايه مزبوط. انا هيك بدي لانه انا عم بشوف كونتراست انه ما فيك انه ما فيك تجيب الجولري بزيت فستان بدل مبين اوكي بقى اذا بنشلح هلا جاكيت وبس هي حلو في نقيت هذا الفستان لانه في نايك مفتوح من ورا كمان وعم بشوف في فينا نقيت بروبر جولري لهيك نيك لاين بس اكيد هون فيكي بعدنا ضمن الاتيكيت لانه ما في شيء ايه كل شيء تمام لهلا ما في شيء كله متناسق مع بعضه بلاك جاي زابط نازل ما في شيء اوزي يعني كمان من عند هادي كترة وجولي كمان عند رموز يس مع هيدا اللوك الموديل بنكفي كمان بالصور اوكي بس عم بداهمنا شوي الوقت الياس هون كفي بالصور بطريقه سريعه على نقدر نشوف اكيد هون كان بدي على بالي اشوف كان بس ظهر الفستان لا وحتى الظهر ما في مشكله فيه يعني باين حتى لو كان كثير حلو شوي اوكي شو عندنا هون اليوم؟ هون شوي عم شوف بس قد كان خبركم عن اللينك قد ايه درج طول طول التنوره تكون دائما تحت تحت الركبه لقدر تجي فوق الانكل، هلا ما بيلبق لمين مكان بس انا اي وود هاف فوت هيدا لإلك ارتستيك وايز اما قديه لاحق الموضه ون اوف ذا بيست لوك صراحه، كثير حلو البيسات تحت البيسات طوله كثير مهضوم وحرام اتس ا نايس كابل، اوكي اذا بدكم فينا نكمل شوي بسرعه بس كان بدي اقول على خلص فاين نحكي هون لا قولي هون كان بدي احكي بس على بدله الشاب لانه كمان بالبلاك تاي ايفنت في مش بس فستان الليدي في فستان الجنتلمان كمان اكزاكتلي هلا لو اذا بدكم سريع شوي كنا لانه كمان حاطط كمان ذا بايت لوكس يعني ترجيل اوكي بس هون البو تاي كثير كبيره انا بشوف ايه بو تاي كبيره ومش ظابطه كان له ينتبه عليها وكان بدي ركز على البنطلون انه لازم يكون في اطول شوي لا لازم يكون اقصر لازم يكون اقصر ماكسيموم في عندك تعجه واحده ما لازم يكون في تعجتين على البنطلون مظبوط اوكي بنتابع هون ماتي مكان اللي هون كثير مهضوم شو لابسين كثير حلو بس كان بدي اعلق على شغله بده هو لابس 3 بيسز يعني لابس حتى تحت الفيست الجيلي هون في غلطه بالاتيكيت بنقول لازم اذا سكر الفيست ما تبين الجيلي بيك تايم سو بدها تكون من تحت هلا ما مبين علي اذا سنجل بوتن او دبل سنجل بوتن سنجل بوتن هي ارتب شيء لازم احلى شيء انه وي بريفير سنجل والابي الابي عم تسميها بيك اور نوتش لا 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 تكسيدو تكسيدو ايه بس اي هيدي هيك البرم البرم اه شول اوكي ان شاء الله سو ما في مشكلة إذا بتعرفي عندنا ثلاث أنواع بدلات للشباب بس إذا ون بوتن يعني اتس فيري إليجنت يعني بنكفي كمان هون كمان عملنا شوي هيك فرق بين جينيفر أنستون وصاحبها وبين جورج كلوني وعلام الدين عم نشوف إنه قديش عن جد أنا لإلي بلاك أند وايت دايما بضل ذا ماستر أوف إليجنت يعني دايما أحلى شيء بحياتي أنا حدا بنصح بلاك أند وايت هلا جينيفر أنستون لابسة سان لوران وضياف لابسة علام الدين بس عم نشوف قديش هو التو كابلز كثير اخذوا شيكسية على ريد كاربت لانه اثنيناتهم كانوا متغفال يعني دي قليله كابل يعني منسقين بطريقه فيري اليجنت فيري ديسكريت هلا ان كان حطينا تاي اما حطينا بو تاي تيمي ميلي بوث انا اي جو دائما بحب بابيون انا بحب بو تاي دائما لا سبيشال اوكيجن بحلو بابيون بس حتى التاي لانه كثير رفيعه كمان ما طلع غلط ابدا على هيك اكزاكتلي هون بدي اقول المودرن كونتمبرري وبلاك تاي صار فيهم يحطوا السلم السلم اللي كثير بس بدي ركز على الايدو انه ما لازم تكون طالعه شوي الشميز لازم 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 تبع جورج كلوني قد ايه هي كانت اليجنت هو البدله اللي نقيها نقيها السبور النوتش هلا برجع بفرجيكم اياهم هلا واخر ستايل هلا بما انه استعجلت المكان نسيت تحت نسيت تحت الحلق عم شوف هيدا كنت عم خبركم عن هيدا الطول كثير دارج هيدا طول دائما على ريد كاربت لان بس تمشي من قدام قصير من ورا طويل بس بده طول بده 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 مينيموم موديل تكون لبسته هلا يا ريت حطيت الحلقه كنت لانه كنت عن جد منقى حلق كانه كستمايز لهم للفستان بس كمان كيف شكل الحلق كانوا؟ سترابلس ان كان اما طول هيدا الفستان هلا فان فاغ بهيدا الفستان هو طوله من قدام كيف بينزل من ورا حلو ليك ليك بروفيل يعني بس تمشي على ريد كاربت كرمال التصوير وهيدا بيعطي دائما اتس فيري رويال والحلق كيف نقيتهم هيك؟ نقيتهم نقيتهم كثير كبار كثير كبار يا هلا فينا بركي بنرجع على البريك بنلبس هيهم حرام لانه عن جد اثار يعني مثل اعمل لهم شوي شغل مزيغ لانه لنفرجي قديش عن جد الله يبينه اشتغلنا على على لوك اثرت كاربت لوك لانه بيبرق على الهيدا الكتريك فابريك الجولد وليك شو حلو من ورا بيعطي فوليوم يعني شيب طالع حلو الشيب تبعه بجنن ثانك يو فيكي ثانك يو على كل ما تطول الغيبه علينا بنشوفك ان شاء الله لا كل خميس حقت اخذه ممكن فيكي جربتي ما ابدا اليسا ثانك يو كثير ما بعرف اذا بقى معنا او لا بس مثل على اي حال تبقى على الجروح فاصل ومن بعده بنتابع خليكم برفقتنا
الفيتامينات مركبات عضوية ضرورية للنمو الطبيعي. سر الشباب الدايم أيها من الحامض أو الشاي والقهوة يلي بيخفف من امتصاص الحديد بالجسم. البشرة المتألقة، الصحة والحيوية، تكتشفوه هون مع أفضل المتخصصين بالصحة والجمال. نسحب الدم، نعم، اوكي، من الشخص نفسه، وبعدين ندخله داخل مثل الماكينه تعمل سنتريفيجيشن. انطرونا الاسبوع المقبل مع مواضيع جديده راح تهمكم اكيد. ذا يوث كلينيك، السبت الساعه 7 المساء على ال بي سي. الليلة حيتم السحب على 25,000 دولار. اربح 25,000 دولار اسبوعيا وسيارة بي ام دبليو شهريا. للاشتراك ارسل كلمة انضم او جوين او غجوة لرقم بلدك، كما بامكانك المشاركة عبر الاتصال على الارقام التالية، وممكن انت تكون الرابح. Dubai Shopping Festival presents the most acclaimed ballet company in Europe, Ballet de Monte Carlo. Romeo and Juliet by the choreographer Jean-Christophe Maillot. Romeo and Juliet on the 15th, 16th and 17th of January at Medinat Arena, Medinat Jumeirah. Buy your tickets from all Virgin Megastores, virginmegastore.me and medinattheatre.com. Media partner, اول ما بلشنا وبرمت قلت لك شايف شو عامل اليوم، قلت لي كريب وبلشنا، قلت كريب او شوكولا، قلت اليوم دسير، بس ما طلعت كريب او شوكولا. يا اختار كريب او بولي. او بولي. اوكي شايف وين صرنا؟ حضرنا الصوص، اوكي، اللي هي بالساب، حضرنا الحشوه اللي هي فطر، بصل ودجاج بتي دي، يا دجاج مسلوق ومفروم ناعم، اوكي، مع عقدناها بنتفه من الكريم الفريش والساب اللي سويناها، يعني اخذت حتى طعم الساب. كيف عملنا لها هيدا؟ هيدي كريم فريش، اوكي، عقدناه، جبنا الساب الفرنساوي، اوكي، غليته على جنب بنتفه مي، هالمي تاعيته للساب حطيته بقلبه، وعطى نكهه كثير طيبه. سهله مش كثير صعبة. ايه هيدي سهلة. اوكي. هون الشغل هون بهيدي. شو عم نشوف؟ هيدي الفرويسة كراميليزي. هول وين رح تحطهم؟ هول على جنب البلا. ايه. على جنب البلا. اوكي انا ما بحبهم. اوكي. وسويت الكريب، كنا سوينا العجينة قبل، سويتها. وهلا يا ريت شفت كيف عملتها لهي. كنت بصير اعمل كريب بالبيت. اوكي. هلا بعد في بعد شوي بسوي لك. اوكي. هلا باخذ كم وحده لليوم. اوكي. هلا بدي بدي احط هيدي الحشوه هون، بدي احط معهم الجزر، كوسه، فليفله حمراء، هول قليتهم على جنب مع ملح بهار ابيض. اوكي، هول ليه بدنا نحطهم كمان على على جنب؟ هلا بشوفك كيف حتكون. طيب خلينا نشوف، خلينا نشوف وحده كيف بدك تبدا فيها. هيدي الحشوه، قلنا هيدي الحشوه دجاج مسلوق فرمناه ناعم مع بصل وفطر كمان كله ناعم. هيدي بنعملها هيك، بدنا نجيب فليفلة حمراء وفليفلة خضراء وفليفلة أورانج والجزر. جزر. اوكي. اوكي خليهم كمان يظهروا منها هيك. هيدي ضروري. هيدا نربطها بال بصل اخضر. بصل اخضر صح مزبوط. هيدي شوي صعبه بس بتأني بتزبط. اوكي ربطناها قصيناها. هي اول وحده، كل حلا مبدئيا وحده. اوكي لكن شيف حاتركك تكملهم ونحن اكيد بانتظار الغداء بعد شوي، بعد هيك اقل من نص ساعه. وهلا رح انتقل لعند ساشا وضيفه.
فقرة فنية بامتياز اليوم بحلقتنا، وفنان له فترة ما طلع علينا برنامجنا ببيروت، رح نعرف آخر نشاطاته الفنية وتحديدا الديو اللي نفذ وأقيم مع الفنانة فلة. بنرحب بالفنان زين شاكر، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. شو أخبارك؟ اشتقنا لكم. ونحن كمان كيف لقيت لنا الاستوديو؟ نقلنا من ألف مبروك، نقل مبارك، ألف مبروك، كثير كثير حلو، أنتم محلينه. شكرا زين، بنحييك عن جديد، خبرنا 2014 كيف كانت هيك؟ يعني كل السنين صراحة بتشبه بعضها، السنين كلها بتشبه بعضها، المهم نكون كشعب لبناني يد وحدة وقلب واحد، وإن شاء الله تكون سنة خير على لبنان وعلى كل لبنانية وعلى الأمة العربية كلها يا رب. وعلى الصعيد الفني؟ على الصعيد الفني الحمد لله كانت كثير منيحة يعني، وخاصة الضجة اللي عملتها التعاون مع السلطانة فلة الجزائرية، يعني كان الحمد لله كان الكليب كثير كويس، كان اخذ يعني كان له صدى كثير منيح، وردات الفعل السلبية كانت من لبنان للأسف الشديد يعني، انما من الدول العربية كانوا كثير 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 حابين العمل، ويعني في كان التعليقات اللي كانت على المواقع التواصل الاجتماعي كانت كثير ايجابيه يعني وكثير شيء حلو، بس للاسف الشديد اللي بحز بنفسك واللي بيخليك انك تاسفي كثير انه من داخل لبنان يعني الاعلام اللبناني، او اذا بديش سميه اعلام لبناني لانه هن هول ما خصهم الاعلام اللبناني، المتعديين على الصحافه والاعلام بلبنان تناولوا الموضوع بشكل كثير سوئي وبشكل كثير يعني دون مستوى الصحافة اللبنانية أو الإعلام اللبناني، لأنه هول أصلاً هن دخلوا بهالجسم هيدا لوثوه يعني مثل دخلاء يمكن لوثوا جسم الصحافي وجسم الإعلامي بلبنان، للأسف الشديد كمان بيطلعوا على محطة إلى تاريخها وإلى اسمها كبير وإلى كذا وكذا. أه. يعني زين الانتقاد بحد ذاته زعجك أو لا؟ أنا ما بيزعجني الانتقاد يعني بقدر ما بيزعجني الانتقاد الشخصي، يعني هو الانتقاد الشخصي لما قالوا انه يمكن فلة الجزائرية اسم كبير وله ما كان لازم لا مش هيك الخطوه او الانتقاد لا شوفي انا فيني انتقدك انتقد العمل، انا ما لي علاقه فيكي، انا انت يمكن تكوني اهم مطربه بالعالم العربي ولكن انا ما بعرفك، العيب فيي مش فيكي، العيب فيني انا مش فيكي انت، ولكن لما يكون في دخلاء على الصحافه او الاعلام ما عندهم اسلوب المخاطبه على الهوى ما بيعرفوا لانه ما شغلتهم يعني جرحوا بالفنان بشكل هو اللي بيضلوا على بعض عفوا مع بعض يعني بيضلوا مع بعض، هو الجوز اللي بيضلوا مع بعض يعني ما بديش سميهم لانه صراحه ما يعني عيب 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 انه الاعلام اللبناني يوصل لهالمستوى المتردي لهالمستوى يعني الانحطاط يعني من المستوى هو صراحه هو عتبك انه جرحه يمكن بس الانتقاد اكيد الاعلام المحترم ما بيطلع الاعلام المحترم او الصحافي المحترم ايا كانت الشخصيه اللي قدامه ما بيجرح بشكل مباشر يعني او بشكل شخصي، انا عملت عمل هالعمل هيدا ينتقد سواء كان سلبي او ايجابي ينتقد العمل، فيك تحكي عن العمل انما تحكي عني شخصيا مثلا او بشكل شخصي انت مش من حقك اصلا يعني نعم. بعدين انا لما انتقد من اعلامي ما بزعل الاعلامي لانه لما ينقد بيعطيك نقاط حق. محدده بتقدر من خلال النقد تبع الاعلامي الحقيقي انك تعدلي او تحسني من مستواكي. طب خلينا زي نعم. نحكي من الشق الايجابي ونحكي عن هالتعاون كيف صار وكيف تم، وحتى عن تصوير الفيديو كليب وكيف كانت الاجواء، مع انه كان في عتب صغير يعني من قبل سلطانه فلة على الكليب انه مش قد ما توقعت، يعني كيف يكون كان في عتب صغير منها؟ هو العتب على وهالشيء يعني ذكرته معنا بس كان بدي هلا هو العتب اذا كان عندها عتب فهو يمكن يكون العتب على الكواليتي تبع نوعيه الصوره يعني الصوره طيب في فنانين كثير مثل منهم أصالة يعني لما طلعت انتقدت الكليب وانتقدت الصورة أو شيء، طب مثلا هذه وحدة مثل أصالة مثلا في ناس بتنتج لها بالملايين، هي ما عم تدفع شيء من جيبتها لحتى تنتج وننتقد نحن، مع العلم أنه عندها كليبات بتفقع بالضحك يعني، بس نحن ما بننتقد باعتبار أنه في ظروف معينة لكل عمل ممكن ينعمل يعني، نحن عم ننتج على حسابنا يعني أنا مثلا لما أنتج ما في شركة منتج أنا لما أنتج على حسابي مش رح أجي كب
$100,000 على كليب اعرضه جمعه على التلفزيون وبعدين حطه على اليوتيوب. كلام منطقي جدا يعني. نعم. فنحن بننتج على امكانياتنا حسب امكانياتنا، نحن ما عندنا شركه انتاج ضخمه تنتج وتكب بالسوق هات نجح عمل ما نجح العمل اخر همها، في انتاج ضخم مش مشكله، ولكن لما تكون عم تنتج على حسابك بدك تشوفي ميزانيتك قديش بتسمح، المهم انه العمل يوصل للناس، جوهر الموضوع جوهر القضيه انه العمل يطل على الناس. صح. مش هيك؟ بس هو الديو حلو يعني الغنيه حلوه الاغنيه كيف كثير حلوه ولقت لقت حضور ولقت يعني نجاح مش طبيعي، يعني اذا بتفوتي على اليوتيوب بتشوفي نسبه المشاهده شيء مش طبيعي صراحه يعني، وبالعالم العربي كله بمصر بالجزائر بالتحيه للشعب الجزائري كثير، انا شعب كثير بحبه، شعب المغربي شعب مصر، مصر ام الدنيا فعلا، الشعب العربي يعني بشكل عام كثير لقوا يعني كان في ايجابيه كثير عندهم. نعم. وحبوا العمل وحبوا كل شيء، انما بلبنان في بعض المتدخلين الدخلاء على الصحافه. نعم. انتقدوا نقد مش بمكانه مش بمحله، عاتبنا على الصحافي والاعلام اللبناني انه لازم يعمل غربلي لهول الناس زين قبل ما نختم الفقره معك صراحة. مشاريع جديده هلا في اغنيه كمان جديدة عم تشتغل عليها؟ هلا عم بعمل اغنية من كلمات الشاعرة سارة الهاجري والحان عصام كريكا اسمها يا جارية الكف، جارية الكف يعني بتفوت يعني بتكون تحكي عن واحد بضيع حبيبه او في بينه وبين حبيبه نوع من الجفا والسفر وكذا وهيك، فبتحكي قصة جديدة لون جديد شيء جديد يعني اكيد. طيب شو رأيك زين احنا وياك نحضر الميركس وكان السنة بالأبيض، ولجنة الميركس دور استقبلت السنة الجديدة بحفلة السنوي وسهرة حملت عنوان جو وايت وكاميرا ببيروت كانت موجودة هونيك، فخلينا نحضرها سوا. عبالي المية هو دكتور فادي وزاهي الحلو اصدقائي ومثل اخوتي بحبهم كثير، ان شاء الله بتمنى لهم الصحة لانه هن دائما بيعطونا معنويات، لانه الفنان ما بيطلب شيء من هالحياة الا معنويات. بيسيروا تعالى تحياتي وجمهوركم الكريم على عيني وراسي، كثير حلو انه كمان الميركس دور يكون فيها السنه بال 2015 جوائز للناس الفنيين اللي هن ما وراء الكاميرات اللي بيشتغلوا بالمونتاج اللي هن حقيقه مسؤولين عن ظهورنا ونجاحنا. بهمنا نعيد كلنا مش بس بعيد ال 15 سنه، بهمنا نعيد بسلام وبمحبه بكل العالم العربي لانه صرنا بحاجه لهم. شخصيه هم تجمعنا علاقه حلوه فيهم، بقى وجودي من باب الصداقه من ميلي ومن باب الاحتراف والفن والى اخره كمان عم نكون موجودين كان بالجوائز وان كان بالايفنتس مثل هلا مثل اليوم، اليوم كلنا ابيض وكلنا لابسين سلام. من كل قلبي بقول ايدي بايدكم وشكرا لمؤسسة الميركس دور وكتار من المؤسسات اللي عم بتحفز الفنانين يضلوا يشوفوا ناس عم بيشوفوا أعمالهم ويقولوا لهم برافو كوراج، بقى أنا بقول لهم من ميلتي كمان برافو كوراج 15 سنة وإن شاء الله لقدام. كل واحد يلبس على طريقته تاتش اوف وايت ان كان كرافات بيضاء او بليزر بيضاء او شو ما كان، كمان نستقبل اكيد هلا لها معنى هي رمزيتها انه يكون هالسنه بيضاء ان شاء الله وسنه احسن من 2014.
مبروك، معودين عليهم دايما بالنجاح، وان شاء الله كل سنه يكون التام ابيض مثل اليوم بيس، وان شاء الله يكون السلام لل 2015 للبنان لكل الوطن العربي والعالم. يعني ان شاء الله مش بس سهرة المراكس دور بتكون بيضاء، ان شاء الله كل السنه بتكون بيضاء مثل ما شفنا. زين شاكر، شكرا لحضورك معنا، اكيد حنلتقى فيك بعد شوي بفقره تيستينج. رح نروح فاصل، ومن بعد الفاصل عندنا موعد مع اختصاصيه بعلم الفلك والطاقه جمعنا وهبه. النجاح اللي حققناه بالموسم السابق، بوب اب بيرجع بموسمه الجديد. تغطية شاملة للمهرجانات العالمية. مقابلات حصرية واهم الاحداث على الساحة الفنية. تابعوا كل اخباري على برنامج بوب اب مع انجيلا على قنوات روتانا وائل جسار نصير زيتون. تابعوني على بوب اب. Hi, this is Guy Manoukian. Hi, I'm Kelly Rutherford. This is Chris Tucker and you're watching Pop Up. This is Aloe Black and you're watching Pop Up. This is Tromaille et vous êtes sur Pop Up. Salut, c'est Ben l'Oncle Soul. What's going on? This is Neo. Hello everyone, this is Ricky Martin and you're watching Pop Up. كارول سميحة، عم تحضروني ب Pop Up. نصار رحباني. جاد شوي. نايا. ميشيل أزدي. سلسة إيديا. رامي عياش. Keep on popping up. Pop Up الأربعاء الساعة 7 المساء على الـ LBC. الفنانة ديانا حداد في ألبوم جديد يا بشر. ويلي بحبه يا بشر. يتضمن 14 أغنية متنوعة بين اللهجة اللبنانية والخليجية. أنا معيش معك الحد عايش أكلمة وبلا أبد لا مو معاي ولا دار. حاليا في الأسواق إنتاج وتوزيع روتانا. منتابع ببيروت، واخيرا وصلت لعنا اختصاصيه بعلم الفلك والطاقه جمانة وهبه. اهلا وسهلا فيكي. والابراج ما علقتي اليوم ولا محل، كان شو ماشي بصحه. يلا بخبركم من الساعه 1 على الطريق. انا هيك صار معي اليوم، بقى جاي معصبه على الطريق. بعدين انا دكتوره بعلم الفلك والطاقه. دكتوره ما تزعلي ما تزعلي، مش اختصاصي، مش اخصائيه عاديه. طيب بنبلش جمعنا بالابراج. يلا اوكي اوكي. ونو الحمل منه هون غايب، والاسد حبيبي كمان. نانسي والاسد كمان واجهنا في اسد ثاني. اوكي في اسد ثاني حاضر. اوكي بنبدا ببرج الحمل. اوكي نحن عندنا هلا حدث فلكي اللي هو ب 12 الشهر، نحن اليوم 15، ب 12 الشهر كان عندنا دخول مارس على برج الحوت، يعني صار عندنا مارس ونبتون ببرج الحوت. هذا بيعني انه نحن عندنا اسبوع من التشنجات لباقي الابراج 12. نعم. يعني حنلاقي مولود برج الحمل شوي مش على بعضه، وخصوصا انه من 12 الشهر للاسبوع المقبل حنلاقيه متشنج ملبك بعض الاربكات، بعض الامور اللي ممكن تكون ازعجته من الناحيه المهنيه. فنحن بدنا نعطيه النصيحه، اكيد طالما مزعوج مهنيا ما يزعج شريكه بالعاطفه حتى ما يلاقي حاله شوي الامور عنده اياها فيها خضه عاطفيه، وترجع الامور لورا. ما صدقنا انه مولود برج الحمل بلش يظبط اموره العاطفيه مع الشريك. اوكي. واذا كان مقرر السفر بنقول له اجل، مش وقتها هلا، لا بينما انه الاجواء الفلكيه تبلش تتحرك لصالحك. مواليد برج الثور اللي عندهم كمان بعض الامور المهنيه اللي عم بيعانوا فيها من اي ناحيه، عم بيعانوا من بعض التاخير، يعني شغلات ممكن المفروض انه يمضوا عليها، شغلات ممكن انه يستلموها، عم
بيلاقوا انه موضوع التاخير عم بيعانوا منه، فينا نقول لمولود برج الثور اكيد بكل الاحوال هي سنه 2015 هي تعتبر سنه ايجابيه عليك. اذا انت فكرت بالارتباط او فكرت بانك تاخذ قرارات استثماريه عقاريه او الدخول بمشروع عمل جديد، فالاجواء ايجابيه، ولكن مش هلا، خلينا ننطر لنا كمان 10 ايام زياده لبينما انه استقر مارس وتاثيراته المعاكسه على الابراج 12. وبنطلب من مولود برج الثور انه يهتم بحاله صحيا. عندنا اكثر الابراج المتضررين ساشا هلا هيدي الفتره بتاثيرات نبتون ومارس هو مولود برج الجوزاء. يعني بدهم يديروا بالهم، حنلاقيهم بعضهم عم بيعيشوا بعض الخضات العاطفيه، بعضهم منهم رايقين، الامور عندهم اياها بحاله تراجع، عم تبدا بالتراجع النفسي ومن ثم عم تعكس على حياتهم وعم تعكس على البيوت الفلكيه تبعيتهم، ان كان بيت المال او حتى بيت الحياه المهنيه. بكافه الاحوال حيبقى مولود برج الجوزاء يا اما ناطر ترقي او حتى بده يفوت على موقع عمل جديد. كمان بنقول له انطر، وبنقول له كمان انك ما تخبص وما تترك موقع عمل انت على زعل مع شركائك او مع زملائك. اما عاطفيا كمان بنشوف الامور بعد ما استوت عنده من ناحيه انه التصالح او التجاوب الشريك له. مواليد برج السرطان كمان عاطفيا الامور عنده اياها منا رايقه، كانه منه راضي عن تصرفات الشريك، الشريك عم بيكون شوي مهمل له، وخصوصا اذا كان شريكه مولود برج الحمل او شريكه مولود برج العذراء او شريكه مولود برج الجوزاء. يعني هدول ثلاث ابراج بعد الامور عندهم اياها ما استوت، فحنلاقي مولود برج السرطان مزعوج من تصرفات الشريك. كمان بنقول له ما تنق عليه او حاول انك تبتعد عنه او اعطيه فرصه او افتح له مجال شوي، لحتى كمان انه ما تطلع الماضي وهو يطلع لك الماضي، ونلاقي كمان عم توقفوا انه بجدالات وعم توقفوا بامور ممكن تخليكم متوترين اكثر. اما مهنيا فبنشوف الاجواء المهنيه رح تكون ايجابيه عند مولود برج السرطان، وبنطلب منه كمان مراجعه طبيبه او الاهتمام بنوعيه غذائه او النظام الغذائي. اوكي. مولود الاسد شو الوضع؟ مولود الاسد عم بحس بخنق على قلبه. بنقول له الحمد لله على سلامته لمولود برج الاسد، ولكن 2015 تعتبر سنه فيها انطلاقات كثير مهمه، ان كان على الصعيد اسمه يلي رح يكبر وين ما كان باي موقع، ان كان بموقع صغير او حتى بموقع كبير، بالاضافه كمان لتكريمات او حتى دخوله انه يكون بعضو بجمعيه بنقابه بمطارح انه يتسمى بالاسم، يعني ممكن نلاقي مواليد برج الاسد قدامهم تكريمات، ممكن نلاقيهم قدامهم شهره، ممكن نلاقيهم انه زايع صيتهم، يعني صيتهم عالي وعم يكبر اسمهم اكثر. وبالاضافه كمان لحلول ماليه بانتظار مولود برج الاسد، وكمان حنشوف اهتمامات بتتعلق بشؤونه المنزليه، ان كان تجميل المنزل او حتى بعض الامور اللي بتتعاطى الشؤون المنزليه الداخليه داخل بيته او الانتقال على عتبه بيت جديد. وكمان بنطمن كل مواليد برج الاسد يلي كانت 2014 قاسي عليهم عاطفيا، الامور عم بتبلش تكون كثير ايجابيه، والشريك عم ببلش انه يهتم فيهم اكثر، وكمان بنقول له نتغنجوا شوي كثير كثير. هن بلشين مغنجين، تغنجوا بعد كمان خدي مجديك. اوكي. مواليد برج العذراء يلي قدامهم شراكه عمل وقدامهم اوراق عم يسعوا لانجازها، وخصوصا هيدي الاوراق اذا كانت بتتعلق بخارج الارض او بتتعلق بتاسيس شركه او مؤسسه او حتى كمان انه يكون في عندهم ورشه عمل ممكن يقوموا فيها. صحيح عاطفيا منهم كمان راضيين لانه الامور ما كثير بعدها عم تلعب بشكل ايجابي لصالحهم، ولكن كمان عم نشوف انه مولود برج العذراء قادم على كثير تغييرات بحياته، كانت الشخصيه او حتى حياته المهنيه، بالاضافه كمان لمولود برج العذراء ممكن يلتقي باشخاص من خارج ارضه او من خارج محيطه يمضي هو اياهم بكونترا او حتى يكون في بينه وبين هدول الجماعه نوع من البزنس والشغل. وكمان بدنا نعطي نصيحه للست انه
تدير بالها من محيطها الاجتماعي أو محيطها المقرب يلي ممكن أنه يزعجها بالنسبة لبعض الأمور أو التوتر، تخلق توتر ما بينها وبين شريكها بالعاطفي. برج مولود الميزان أكيد بنعطيه النصيحة يهتم بحاله صحيا، في منقله ورقة عمل جديدة، ومنقله كمان أنه بعض الأمور اللي ممكن تختلط عليه كان بأوراق بنكية أو حتى ببعض المعاملات المالية اللي ممكن يحس ببعض الضغط فيها، وكمان بنشوف الأمور عنده ما بينه وبين الشريك ممكن يكون في شوية جفا، ولكن منقله اعتمد الليونة بتصرفاتك مع الشريك. مولود برج العقرب، العقرب منقله كمان الأمور رح تكون عندك إياها إيجابية على الصعيد المهني، بتضلع الآن على الصعيد العاطفي، وخصوصا أنك منك راضي عاطفيا، وكمان تصرفاتك مع الشريك وتصرفاته معك عم تخلق أجواء من الغموض والشكوك، لكن كمان طول بالك لبينما تهدأ الأجواء الفلكية وبلش اتخذ المبادرة خليها تكون من عندك. مواليد برج القوس، كمان لكل مواليد برج القوس اللي قادمين على ورقة عمل جديدة أو حتى قادمين على خطة مهنية جديدة، بنقول لهم الأجواء الفلكية رح تساعدكم بهالخطوة هيدي، ولكن بضل عنا الأجواء العائلية اللي ممكن تكون شوي مخربطة، وكمان الزوار من سفر بتستقبلوهم وورقة ممكن تمضوا عليها بتتعلق بشأن قانوني. مواليد برج الجدي، كمان بنقول لمواليد برج الجدي اللي عندهم أفراح داخل بيتهم، عندهم مناسبات سعيدة، ولكن بمطرح تاني عندهم فرشة مريض تتعلق بأحد الوالدين أو بأحد المقربين منهم جدا، وبالإضافة كمان لأوراق مهنية ممكن تغير بحياتهم، والأجواء العاطفية عم نشوفها عم بتكون أفضل من السابق، وكمان رح تخلي المولود برج الجدي أنه منتعش أكثر. مولود الدلو إذا كنت عم بتخطط لسفر من قالك ليش لا، وكمان إذا كنت عم بتخطط للانتقال من موقع عمل لموقع عمل تاني، كمان الأمور صارت منيحة وإيجابية وكتير رائعة وعم تلعب لصالحك، ولكن كمان بنقول لك خلي الوقت أنه يكون مساعدك أكثر، يعني ما تاخذ الخطوة بشكل سريع، وكمان بنشوف أنه في عنده أوراق ممكن هذه الأوراق تكون من السابق بتتعلق بشأن قانوني ممكن تشغله باله، أما عاطفيا فبنقول لك خد أنت المبادرة، وخصوصا أنه فينوس بعده لحد هلأ عم بيساعد أو عم بيدعم وضعك العاطفي. آخر الأبراج معنا هو الحوت، اللي فينا نقول له بعدك زعلان من شريكك، ولكن الأيام اللي جاية رح تعطيك فرص كتير مهمة، إن كانت هالفرص ممنوحة من الأجواء الفلكية أو حتى الفرص ممكن تكون تحت عناية إلهية، فمنشوف نحن أجواء رائعة جدا رح تكون كتير مهمة ورح تلعب لصالح مولود برج الحوت على الصعيد العاطفي، فحاول أنك تستفيد من الأيام المقبلة وتقرب المسافات ما بينك وبين شريكك، وعرض عمل قريب جدا ممكن يغير كتير من اتجاهاتك المهنية نحو الأفضل. ثانك يو جمانة، هيدي كانت جولة على الأبراج، ونشوفك إذا قلنا كمان عن قريب أو أسبوع الجاي. أهلا وسهلا فيك جمانة. كل حالي بفكرة تركينا رح تكوني معنا على فقرة التيستينج. قبل ما نروح مع آخر بريك لليوم ننتقل لبرنامج سيدتي مع الزميلة رنيم لنتعرف شو مخصصين من فقرات لحلقتهم. مسيكي بالخير رنيم، تفضلي. شكرا نيفين وساشا، ومساء الخير ليكم والكل متابعي ببيروت، وطبعا اكيد فقراتكم كالعاده دائما جميله متنوعه. بالنسبه لنا اليوم في سيدتي ايضا عندنا الكثير من المواضيع المتنوعه، من بينها اننا لم نتكلم عن مهرجان جده التاريخيه واللي انطلق امس في نسخته الثانيه، كذلك بنتعرف على الغذاء الصحيح لمرضى القولون العصبي، وهو طبعا مرض منتشر لدى العديد من الناس، وايضا بنناقش دراسه جديده تفيد تخيلوا بان الكذب يطيل العمر، وبنتعرف على فعاليات المؤتمر السعودي لطب الاسنان، اضافه طبعا الى العديد من الفقرات الجميله والمتنوعه واللي تهم كل امراه واسره عربيه. طبعا مشاهدينا بعد قليل كونوا معنا على الموعد مع طبعا روتانا خليجيه وتحديدا برنامج سيدتي، واكيد نرجع لاسره بيروت ونيفين وساشا، نرجع لكم طبعا وشكرا لكم. شكرا لك رنيم، موفقين بحلقتكم لليوم. اخر فاصل علينا ببرنامجنا وبنرجع منتابع فقره تيستينج مع شيف مازن شومان، وجمانة بتكوني معنا وبينضم لنا الفنان زين شاكر. باقي قليله ومنتابع. Thank you.
اكتشف عالما جديدا من الترفيه التلفزيوني مع ماي اتش دي على عرب سات. ماي اتش دي تمنحك اكبر عدد من القنوات عالية الوضوح في المنطقة. شاهد 46 قناة اتش دي مشمولة مع جهاز الاستقبال لمدة سنة فقط مع ماي اتش دي. احصل على عرض ماي اتش دي هيوماكس موفر 50% بالاضافة الى 3 أشهر مجانية من خدمة تلفزيون حسب الطلب من سيليفيجن. لا تفوت هذا العرض، اسرع الى المحلات التالية اليوم. بيروت وصلنا لفقرة التيستينج ومع ندعى الشيف مازن شومان. شيف شو خلصت؟ طيب كأنه الشيف بالبرزنتيشن هيك عم نشوفها. شو يا جومانة؟ اي شكلها بتشهي. اي والله كريب او بولي، شو رأيكم؟ ايه البرزنتيشن حلوة مثل ما كنا عم نحكي. في بيض الوجه. شيف بنرجع بنذكر بس هيك كيف حضرناها بشكل سريع مثل العادة. الكريب حشيناها فطر وبصل ودجاج مع كريم فريش اكيد. الكريم فريش معموله مع السب، مية السب حطيناها معهم. ريحتها كثير حلوه. اوكي. والفواكه المجففه عملناها كراميليزي مع اللوز. الفواكه المجففه هي التين وخوخ ومشمش. والصوص مثل ما شفنا الكريم فريش بالسب. والابيتايزر عملناها بري مع انديف مع تين مع فرامبواز وجوز. هيدي دقتها الابيتايزرز كثير سهلة. معلمهم حصيروا ضربوا عليه مع الوقت. شيف اي متى الايطالي الباستا وما باستا وبيتزا وعجين بس نقول يلا المرة الجاية ما بدنا كالوريز بس نكون قاطعين رجيم. شيف شكرا لك. ميرسي. فينا ندوق هيك؟ فينا ندوق نعطي راينا. بلشوا يا جماعه لنشوف. انا بقول اكيد 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 طيبه رح تكون. از يوجوال شكلها بشهي وريحتها كثير طيبه فاكيد. صوص كمان طيبه. بلا بدي اكل بس انا بعرف انه زينت طباخ. شو رايك؟ زينت تعمل اكل طيب؟ انا؟ مالك الطبخ؟ والله نحن ما دقنا شيء، ما فينا نقول. مرتي جاي انا هعمل لكم اياه. خلص ما دقنا نحن هلا ما دقنا شيء، بعدين بعدين ايه ما عم تاكلوا. دقنا هلا رح. زين شاكر شكرا لحضورك معنا لليوم، متمنى لك كل التوفيق بالاعمال الفنيه القادمه. اهلا وسهلا فيك. جمانه كمان بنحييك، شكرا لك وبنشوفك. دكتور جمانه ما تطول الغيبه علي. ناكلهم والله بس مصور حدهم. قربوا المسائل قربوا الصبح بقى. ناكلهم والله مصور حدهم. والشكر الكبير بيبقى لكل اللي تابعونا بحلقتنا لليوم. بكره موعدنا بيتجدد معكم بنفس الوقت، فكونوا كتار. تضلكم بألف خير ومع السلامه.